بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. حلقتنا النهارده بنطلع بيها من مقر النادي الاهلي في الجزيره. طبعا حضراتكم متابعين الفتره اللي فاتت ميركاتو تاريخي النادي الاهلي في العاب الصالات، كره السله رجال سيدات، الكره الطائره طبعا مش محتاجين حد، عندنا الكره اليد رجال وسيدات. موسم تاريخي يعني كل المراقبين للمواسم السابقه، الموسم ده حقيقه كان فيه صفقات من عرض دي. حقيقه الاسبوع اللي فات طلعنا مع حضراتكم في حلقه مع صفقات كره اليد، وتابعنا طبعا اهم الصفقات اللي جت وتاثيرها، وكان لنا لقاء، والحقيقه يعني كان لقاء مميز، واستعرضنا مع حضراتكم اهم طموحات اللاعبين الجدد في كره اليد. النهارده بنطلع معاكم في حلقه خاصه عشان صفقات كره السله رجال. صفقات كره السله رجال السنه دي الحقيقه لو بنحلم قبل الموسم ما كانش هيبقى كده. صفقات من العيار التقيل، صفقات نجوم زي ما بيقولوا ستارز في مكانها. يمكن الباسكت بيبقى الموضوع صعب عشان تجيب لعيب ستار. النادي الاهلي عمل ميركاتو رائع في كره السله رجال. في البدايه طبعا برحب باحد هذه الصفقات، النجم عمرو الجندي. ازيك عمرو؟ اهلا بك يا كابتن عصام، وشكرا على المقدمه دي، ومبسوط جدا ان انا معاك في البرنامج وقناه النادي الاهلي. منور النادي الاهلي ومنور قناه الاهلي. شكرا يا كابتن عصام، ربنا يخليك. معانا طبعا الصفقه السوبر الثانيه طبعا عمر طارق الاهلاوي جدا جدا جدا. ازيك عمر؟ ازيك يا كابتن عصام، وتشرف ان انا مع حضرتك في البرنامج يعني وفي النادي الاهلي. طبعا انت منور قناه الاهلي ومنور طبعا بيتك، خلاص انت اهلاوي. كنت بتلعب سباحه قبل كده في النادي الاهلي صح ولا غلطان؟ بالظبط، انا متربي في النادي يعني، كنت بلعب سباحه من وانا صغير قبل الباسكت كمان يعني. وشوف الايام لفت، ورحت امريكا ورحت الجزيره ورجعت لنا تاني الحمد لله. اهلا بيك عمر. اهلا بيك كابتن عصام. يمكن اروح لك عمر، الموضوع كان طويل وخد وقت طويل الصفقه عشان تتم، يعني قول لنا ابتدت ازاي؟ يعني قول لي يعني اول، انت طبعا ما كانش في دماغك انت تسيب الجزيره، ولا احنا كان في دماغنا. بالظبط. بس ايه اللي ابتدى؟ الموضوع ابتدى منين؟ مش عايز الكلام بقى اللي هو لا، احنا عايزين الكلام اللي هو الحقيقي اللي حصل وبدايته ازاي. بص، هو انا يمكن اول حاجه جات لي كان النادي الزمالك في الاول هو اللي فاوضني، ابتدى الاول المفاوضات بعد شهر من الكورونا. ابتدت اخبار تطلع يعني ان في الجزيره في مشكله وازمه، وعمر في سمعنا ان انت في ازمه في الجزيره وهم بيفكروا اللعيبه. في الاول انا ما كنتش مصدق ان الازمه دي هتحصل في الاول، احنا ممكن نبيع، فشكرتهم وكده. بعد كده جت قبل الدوري الموضوع كان ابتدى يتطور شويه في النادي، ابتدى احنا نسمع بقى كمان ان في رغبه من كمان النادي ان هو يبيعنا. ففي الوقت ده بقى كان قبل ما الموسم يرجع باسبوعين الكلام زاد مع النادي الاهلي ونادي الزمالك، بس النادي الاهلي في وقتها كنا لعيبهم كمان اسبوعين في السيمي فاينل. فالموقف كان محرج جدا، حتى هم لما كلموا الناس في الجزيره الناس ما عايزين ممكن نبيع، بس الموضوع صعب، احنا لعيبكم كمان اسبوعين في الماتش. فالمفاوضات اتاجلت لبعد الجيم 4 بتاع اللي هو قبل النهائي. بالظبط كده. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان انا في ناس تكلمني من بعد الماتش خلص بساعتين مثلا، ابتدى عمر في رغبه انت وصلت فين؟ لا قلت لهم يا جماعه انا عايز اجي النادي الاهلي، وانا اخرت كل الكلام لحد ما هم يعني اتفقنا على اخر كل كلام لحد ما النادي الاهلي يخلص الموسم. يعني انت رغبتك من اول ما النادي الاهلي فتح معاك الكلام، يعني بالرغم ان كان في مفاوضات يمكن نادي الزمالك سبقنا فيها، ولكن انت كان رغبتك النادي الاهلي يا عم. انا مش هكدب على حضرتك، انا اصلا يعني من اسره برضو بتشجع الاهلي في الكوره. طبعا كابتن شريف. بالظبط، وانا اهلاوي، فلما اللي اعترض عليا الاثنين انا طبعا كان قراري انا، وحتى انا كلمت رئيس النادي في الوقت اللي ابتدى بقى فيه فاكسات من الاهلي والزمالك رسمي، بس هو اللي اتكلم رسمي في الاخر الاول النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي تواصل مع رئيس النادي، وانا كلمت رئيس النادي في التليفون وبلغته، قلت له دكتور باشمهندس عمرو جزارين ادام النادي فيه رغبه للبيع انا رغبتي ان انا امشي من اروح النادي الاهلي. النادي الاهلي. ودي كانت بلغتها كمان لامين الصندوق، والصراحه برده يعني اداره النادي الاهلي اتعاملت باحترافيه كبيره جدا، وقدرت الموضوع امتد يمكن ثلاث اسابيع شهر بس الحمد لله يعني. عمرو انت اشتريت النادي الاهلي، والنادي الاهلي سعيد بيك والجمهور سعيد بيك، واكيد شفت الكلام ده، واللي بيشتري النادي الاهلي الجمهور والنادي ما بينساش دعوه. والله يعني بشكر حضرتك، بس طبعا هو النادي الاهلي كبير، وده شرف لاي حد ان انا اكون موجود هنا. انا على طول بقول اللي يعدي من جنب سور النادي ده شرف، ان انا البس فرنه النادي الاهلي دي عندها كبيره قوي، وانا فخور يعني ان انا اخذت الخطوه دي والحمد لله. ان شاء الله، ومبروك عليك ومبروك علينا يا عمر. الله يبارك فيك. عمر انت بقى، بص انا جاي لك لان يعني انت يعني من عيله اهلاويه طبعا، المهندس هشام سعيد عضو مجلس اداره السابق في النادي الاهلي يبقى عمك. والحقيقه هو يعني كان ليه دور اكيد طبعا، لان يعني هو طبعاً. يعني يعني اكيد طبعا يعني راجل اهلاوي وراجل محب النادي الاهلي، فطبعا اكيد كان فيه. انت المفاوضات ابتدت ازاي؟ يعني اللي اعرفه
ما اعرفش انا صح ولا غلط ان المفاوضات ما كانتش مع بعض، يعني في كان حد سابق التاني. المفاوضات بدات معاك ازاي وقت والتوقيت، يعني زي ما عمرو قال كده بالظبط؟ لا يعني انا يمكن المفاوضات معايا من النادي الاهلي كانت بقالها سنين، يعني مش السنه دي بس، يعني من المواسم اللي قبل كده ومن يعني كذا سنه اللي فاتت. بس طبعا ما كانش فيه، يعني انا ما كانش بايدي لان انا كنت ماضي عقد مع نادي الجزيره، فكان الموضوع مش بايدي وما كانش فيه امكانيه ساعتها ان انا اجي النادي، مع ان انا برضو لما اتفاوضوا معايا قلت لهم انا طبعا يعني اتمنى ان انا اجي النادي الاهلي، بس كان لازم الموضوع يخلص بينه وبين نادي الجزيره، ما كنتش انا حر ساعتها يعني. بعد كده حصلت برضو السنه اللي فاتت مفاوضات ان هم كانوا عايزين يجي العب معاهم البطوله الافريقيه اللي هم كان الاهلي بيلعبها، وبرضو الموضوع ما مشيش، يعني كان حصل بقى ظروف ان انا كنت لعبت مع الجزيره اوريدي في السيزون ده وما كانش ينفع العب مع ناديين في نفس الموسم، كان هيحصل مشكله صحيح. يعني فما مشيتش برضو، جم برضو دلوقتي والمفاوضات مستمره، يعني الكلام بين كل يعني سنه وكل وقت بالظبط، يعني الكلام بيني وبينهم مستمر عمره ما واقف يعني. ف بس جه برضو الكلام فعلا يعني بقى اخد شكل جد شويه او كده، او يعني يعني ابتدينا نحس بقى ان هو الموضوع ممكن يحصل فعلا فتره الكورونا دي، اللي هي اللي يعني ابتدى نادي الجزيره كان في ازمه شويه، وابتدى يعني ابتدى يتعرف بقى ان هو نادي في ازمه، يطور موارده يبتدي يحصل بيع لبعض اللاعبين المهمين. وانا كمان الفكره ان انا كان فاضل لي في عقدي سنه بس مع نادي الجزيره، فانا يعني ست شهور هتبقى بالظبط، يعني كان فاضل لي السنه دي بالظبط اللي هي اربع خمس شهور الموسم ده كان هيبقى مضغوط طبعا صحيح. فهم خمس ست شهور وكنت هبقى عقدي خلصان بالظبط، فساعتها كنت يعني كنت همشي من النادي، هم بقى يعني النادي اكيد فكر ان انا لو مشيت كده هبقى مشيت ببلاش، فهم ممكن دلوقتي صحيح. ان يبيعوني ويستفيدوا طبعا، يعني اكيد عامل الوقت كان طبعا بالزبط. اكيد عامل الوقت سرع القصه اكيد احسن. فبدا يعني المفاوضات برضو بدات خلال فتره الكورونا، وزي ما عمرو قال برضو ان احنا كان عندنا ماتش معاهم يعني سيمي فاينل، ماتش حساس طبعا وكنا في موقف حساس يعني، فكان في كلام قبل الماتش بس اجلناه برضو لبعد الماتش عشان قلنا يعني نتفادى اي احراج وبالظبط. والصراحه يعني طبعا من ناحيه النادي الاهلي كمان كان الموضوع ده يعني باحتراف جدا وباحترام جدا، ان هم اللي يعني هم حتى اللي قالوا كده من نفسهم يعني ان احنا ناجل الكلام. مين اللي كان بيتواصل معاك على طول يا عمر؟ يعني مين اللي كان دايما التليفونات والمعلومات بتوصل من خلاله في النادي الاهلي؟ كان في والله كذا حد، يعني كان احمد الجرحي ساعات فيه بيكلمني، ومودي الجرحي كابتن الفرقه برده كان بيكلمني ساعات، وكابتن اشرف توفيق كلمني مره في التليفون، ويعني يمكن هم وطارق الغنام، طبعا يعني طبعاً. الاسطوره واخويا الكبير طبعا كان معايا في الجزيره، كانوا نفس المركز كمان بالظبط، ولعبت معاه في الجزيره، فكان برده في تواصل معاه. ويعني من المرحلة دي بقى هو عمي الصراحة اللي تدخل بقى يعني، وهو اللي بقى مسك الموضوع، وكان في مجهود طبعا كبير جدا يعني جدا منه، من ناحيته من ناحية الأهلي ومن يعني من كل الجوانب ان الموضوع يخلص معاك. وهل حصل معاك نفس اللي حصل مع عمرو؟ هل في أندية تانية دخلت في الصفقة، ولا كان الموضوع بس كان النادي الأهلي هو اللي بيتكلم؟ لا يعني دلوقتي يعني انا برضو الزمالك كانوا بيكلموني على فترات كده، لان انا كان في زي ما انت عارف انا لما رجعت من امريكا صحيح. كان في الموضوع ان انا كنت هروح الزمالك برضو، والموضوع برضو حصل فيه مشكله حق الرعايه والمشاكل دي، فما في الاخر برضو ما روحتش ورجعت الجزيره، فمن ساعتها برضو هو نادي الزمالك برضو ما قطعش معايا يعني يعني كان على طول بيكلم، كان كلام بقى مع بابا يعني، كان على طول بيكلموا بابا يسالوه ايه الاخبار، عمر يعني هيجي ولا ناوي يجي ولا بتاع. بس انا يعني من ساعه بصراحه الموضوع ده وانا يعني قفلت خالص موضوع نادي الزمالك، وانا يعني دلوقتي يعني كلام كان على مش كلام رسمي قوي بس كان على فترات كده، بس كان كده فترات بس هو يمكن رغبتك واللي كان جد طبعا كان الجد يعني اكتر كان نادي الاهلي طبعا لا لا انا رغبتي في الاول، انا ساعه لما رجعت من امريكا حتى انا كان نفسي اجي النادي الاهلي، بس ساعتها برده كان موضوع ان القايمه بتاعتهم اتقفلت، لان انا رجعت في وقت متاخر كان التسجيل اتقفل، وكان الاهلي ما عندهمش مكان في القايمه ولا حاجه كده، كانوا سجلوا خلاص كل الفرقه، فده السبب ان انا ما رحتش. عمر انت مضيت 3 سنين صح ولا 4 في الاهلي؟ مضيت 3 سنين بالظبط، وثلاث سنين بدايه من الموسم، بدايه الموسم بالظبط. فيعني فانا رغبتي طبعا في الاول وفي الاخر ان انا كنت العب في النادي الاهلي، وانا يعني لا انا عايز اقول لك انت منور النادي الاهلي، ربنا يخليك والناس فرحانه بيك قوي 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 والله، ده انا اللي شرف ليا ان انا العب في النادي الاهلي. وعايز اقول لك انه يعني انت من اللعيبه حتى المؤدبين اللي كانوا في الملعب، يعني الناس بتحبه، حتى وانت في نادي الجزيره احنا كنا بنحبك، وكان يعني ادائك طبعاً. ويمكن عمرو نفس الكلام يعني يعني عمرو بس بناش قوي يعني بس هي لا بص عمرو هي الكومبيتيشن يعني موجود، وما يعني خلي بالك اي جمهور في الدنيا مش جمهور النادي الاهلي غيره عن النادي بتاعه، بس احنا في لعيبه يعني بيبقى في يعني بيبقى في حساسيه معينه انت بتبقى فاهم وانا فاهم، احنا ما حسيناش ده معاك. وخلينا اقول يا عمرو انت حتى في المنتخب يمكن المقربين ليك هم لعيبه الاهلي اكتر كمان،
وفي يعني انا واحد من الناس كنت قاعد معاك في الاوضه يمكن اول بطوله لعبت فيها المنتخب يمكن 2009 كان عندي لسه ما تمتش 17 كنت مع المنتخب وكان في طرابلس وكان انا يمكن كابتن المنتخب وانت كنت معايا. صح. قصدي اقول لك ان انت من صغرك يعني 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 ما شاء الله عليك. بس خليني اتكلم في حاجه يعني النادي الاهلي بيجي هنا طبعا اكيد يعني في برضو عبء. انت جاي على فرقه عايزه تكسب زي ما انت في الجزيره برضو عايز تكسب. الجزيره فرقه بطل وبتدور على المكسب. جمهور النادي الاهلي يعني مستني منكم كتير وعايز يشوف عمرو وعايز يشوف عمر في الملعب. شايفين الدنيا ازاي؟ شايفين الموسم ده اكيد احنا احسن، بس شايفين ايه الوضع هيكون ازاي؟ بص حضرتك برضو موضوع الفريق ده كان برضو حاجه يعني انك تختار بتبقى اسهل شويه، ان هو السكواد ما شاء الله عليه يعني ربنا يحفظنا من كل الاصابات ضخم وكبير ويعني في حلول كتير قوي يعني ما شاء الله ما شاء الله. يعني دي كانت حاجه فرقه معايا كمان في اختياري ان احنا عندنا كل مقومات البطوله كباسكت بول كل عندنا خبرات كتيره وعندنا شباب وحتى في ناشئين متصاعدين عبد الله ومحمود في كمان ناشئين كويسين جدا. فيعني احنا ما فيش حاجه، احنا بس كل محتاجين اظن شويه وقت والانسجام مع بعض. صحيح. وان شاء الله يعني زي ما بيقولوا نكسر الدنيا. وخلي بالك يا عمرو يعني انت شباب والخبره يعني انت بتلعب 29 يعني شباب وخبره ونفس الكلام عمر شباب وخبره. فالحقيقه انتوا يعني صفقه ناجحه لان انتوا جامعين الاثنين خدوا خبرات كبيره يعني عمر كان في امريكا ولعب انت منتخبات ونادي الجزيره وافريقيا و و و كتير فانت خدت خبرات برده كتير فده برده اكيد هيكون اضافه. خليني اقول لك ان يعني الاهلي كان السنه اللي فاتت اليكس يونج وكان يمكن هم كان ايهاب امين صفقتين برده كانوا يمكن انت بتبني سنه ولا سنه. الباسكت صعب يا عمر يعني عشان تاخد بطوله يعني الاتحاد خد بطوله السنه اللي فاتت قعد 10 سنين ما كسبش. شايف المنافسه السنه دي ايه خاصه ان انتوا اكيد يعني لما سبتوا الجزيره الجزيره اكيد قل فكده بقت المنافسه مقصوره بين ايه يعني دلوقتي انت شايف الخريطه بتاعه الباسكت بقى شكلها ازاي؟ الجزيره يعني خدوا ايمن واحمد اسماعيل وجابوا محترف السنه يعني اللي انا حاسه يعني ان الموسم هيبقى يعني هيبقى زي السنه اللي فاتت شويه اهلي واتحاد اهلي واتحاد هم لسه الاتحاد ما عرفناش المحترف بتاعه هيبقى مركزه ايه. احنا انا شايف ان احنا يعني ان شاء الله يعني ربنا يبعد عننا الاصابات. يعني انت متفق معايا انه بناء فريق باسكت بيبقى صعب يا عمرو؟ صعب عشان احنا في الباسكت غير الكوره شويه ان احنا في 6-7 فرق بينافسوا. يعني احنا مثلا ماتشات جزيره سموحه الاهلي سبورتنج ما فيش محدش عارف مين هيكسب. صحيح. المنافسه اشد يعني المنافسه يعني السنه اللي فاتت مثلا سموحه في سيمي فاينل كاس مصر واظن مش فاكر خدت تالت او رابع بيوصلوا سيمي فاينل افريقيا مع كابتن اشرف من سنتين. صحيح. فهو المنافسه مش منحصره بين مثلا زي الكوره فرقه في الهاندبول فرقتين لا فاحنا القاعده اوسع وزي ما حضرتك قلت في الاول دي اول صفقه تقدر يعني ان لعيبه بتلعب في فريق منافس وتخلص بيع وشراء احنا ما كانش فيه. صحيح. السوق كان مقفول وكله كمان حق الرعايه بيقفل 26 سنه. صحيح. فكل نادي بيبقى قافل على لعيبته فتره كبيره قوي. صحيح. فدي بتخلي لو انت ما عندكش يعني صعب تبني فرقه. بس هو يعني النادي الاهلي نجح في السنتين الاخرانيين ان هو يجيب صفقات تبقى هي يعني تبقى زي ما بيقولوا مع الكباتن اللي موجوده في الفرقه تعمل يعني تبقى عندك قوام اساسي. صحيح. تقدر بقى تدعم بعد كده بسنه لعيب اتنين ما تبقاش نفس العدد الضخم ده تقدر تنافس ان شاء الله. يعني احنا مش هدفنا السنه دي يعني ان شاء الله فرقه تكمل 3 4 سنين كده تكسب اكبر عدد ممكن من البطولات يا رب ان شاء الله. يمكن عمر يعني افريقيا بتهيالي مع وضعنا ده بتهيالي ان شاء الله نشارك. يعني لو افريقيا اتلعبت انا يعني انا رؤيتي ما اعرفش يعني طبعا انا ما عنديش اي معلومه جوه النادي بس شايف الفرقه تقدر تشارك. طبعا طبعا يعني انا يعني عمري ما انسى بطوله افريقيا اللي الاهلي كسبها هنا في ملعب الاهلي 2016. يعني انا حتى كنت بتفرج ومتابع البطوله دي جدا وحلم من احلامي انا طبعا ومن طموحاتي اللي انا نفسي احققها ان انا اكسب بطوله افريقيا ومفيش مكان احسن من النادي الاهلي ان انا احقق فيه البطوله دي يعني. صحيح. وخلي بالك الفرقه الحمد لله كامله يعني طبعاً. الحمد لله طبعاً. ربنا يحمينا من الاصابات يا رب ان شاء الله يحفظنا من الاصابات زي ما عمرو قال واحنا جايين على يعني كنت عايز اقولها نقطه انت كنت بتقول عليها برده ان اللعيبه ان احنا كنا بنتقابل في منتخبات وكده انا جاي لفرقه النادي الاهلي يعني اول يوم جيت ودخلت التمرين وكده مش حاسس ان انا في مكان غريب يعني. صحيح. يعني حاسس ان انا في وسط كلهم اخواتي وكلهم صحابي منتخب طبعا وناس كل صحاب بجد يعني اللي هو كان في كلام ما بيننا في بنهزر يعني مفيش اي الواحد دايما بيبقى خايف من الخطوه. صحيح. دي ان هو داخل على فرقه جديده وان هم هيستقبلوه ازاي لكن انا الاستقبال اللي لقيته من اللعيبه بقى والجمهور والعاملين اللي في النادي الامن اللي واقف على البوابه يعني
استقبال الصراحه كنت صحيح. ما احلمش بيه يعني. لا انا هقول لك بص، ما هو الناس بتحس يا عمر يعني تحس باللي اشترى النادي الاهلي وحست باللي هو جاي النادي الاهلي وعايز يعمل حاجه. الناس حست ده منك طبعا. انا يعني زي ما قلت لك انا النادي الاهلي متربي فيه يعني، وكنت يعني انا الخطوه دي يمكن كانت لازم تحصل من بدري شويه اخر. لا لسه يا باشا العمر طويل يا عم، وربنا يديك الصحه وبطولات وبطولات انت وعمر يعني. يعني زي ما عمرو قال احنا عايزين نبني، مش فكره السنه دي بس، احنا عايزين 3 4 5 سنين ان شاء الله نبقى مسيطرين على الباسكت ونسيطر على البطولات كلها ان شاء الله، ونقدر نحقق اكبر عدد من البطولات المحليه والبطولات الدوليه يعني ان شاء الله. ويمكن عمرو النهارده اول ماتش صح؟ اول ماتش مع الزهور. مع الزهور والله زي ما عمر قال فعلا الواحد ما حسش ان هو غريب، ما حسيتش بغربه، حسيت ان انا غريب. بعدين زي ما هو قال انا كمان اللعيبه وقت المفاوضات يعني كان ليها دور كبير برده، بيكلموك بتفرق لما انت تيجي تخش على فرقه وتلاقي اللعيب بالظبط. الواحد يعني ممكن ما يكلموكش مثلا بالرغم عمر ايه انتوا الصفقه الوحيده او صفقتين الوحيدتين عشان نتكلم بقى واحدتين انا في العربي مش شرط، بس من الصفقتين اللي مش جايين فري يعني احمد مهيب جاي انتقال حر، عندك محمد مصطفى جاي يعني جاي برضو فري، انتوا صفقه دفع يعني النادي خلص، فانتوا الصفقه جايه بعد عناء فاللعيبه مدفوع رقم، فاللعيبه لا احنا عايزينهم برضه. ايوه بالظبط، دي حاجه بتفرق جدا كمان ان هم يعني كابتن مودي وكابتن روي جمال وكلموني كتير. وبعدين كمان انا ايهاب امين صاحبي بقى بره الباسكت بنتقابل كل يوم، هو بقى في الفتره هو ساكن قريب مني، واحنا اصلا هو بيلعب في الاهلي في الجزيره على طول مع بعض. هو بقى الفتره دي كان كل يوم قاعد معايا ويجي لي تليفونات بقى من الانديه الثانيه وهو قاعد جنبي يقول لي يا ابني ما تردش، اقول له ما تردش انت لازم تيجي الاهلي. فحماس اللعيبه ده برده بيخليك. كنت بترد ولا ما بتردش؟ يعني كنت بكيل عن ساعات وساعات او بتخرج وترد بعدين. لا بس يعني هم دي حاجه فعلا زي ما عمر قال، يعني اول ماتش حاسس ان انا عادي لسه كاني بلعب في وسط فرقه انا بقالي معاها سنين. ما هو بقول لك يعني حته انا عايز اقف عليها كتير، لانه انا لما ابقى لعيب وحاسس معلش ان يعني اللعيبه عايزاني وعايزه تاخدني معاها ومحدش بيفكر انا جاي هاخد كام او النادي هيدفع له كام، المهم في الاخر ان عمر وعمر يبقوا معانا في النادي بيفرق معاه جدا. ممكن المكالمه يبقى هو بيكلمك بس تحسه ان هو ايه عايز يعمل اللي عليه مثلا ان انا ابقى كلمته. لا هما الناس يعني لا يعني كلامهم وطريقه كلامهم معانا كانت حاجه كبيره يعني. صحيح صحيح. وخليني اقول لك برضه عمر يعني انا عايز اقول لك معلش بدون قطع يعني لا اتفضل. انا اول يعني انا اول ما الخبر ده طلع اول رساله جات لي من لعيب في الفرقه كان سيف سمير مثلا مركزي. اللي هو بيلعب في مركزي، فدي بالنسبه لي برده كانت حاجه يعني اللي هو يعني انا مش مسامي مش متخيل لعيب في مركزي، متخيل ان واحد في مركزي وانا جاي العب في نفس مكانه ان هو اول واحد بيرحب بيا وبيقول لي ده انت عايزين نكسب ويلا ومستنيينك ترجع هو يعني ده النادي الاهلي يا عمر بالظبط يعني هو ده النادي. وعايز اقول لك يعني بس عشان يعني الساده المشاهدين يبقوا عارفين يعني سيف سمير نفس مركز عمر، عشان بس الناس تبقى عارفه هما الاثنين بيلعبوا مركز 5. فيعني لما يقول ان انا يعني جالي اول رساله من اللاعب اللي هلعب معاه في مركزه بيهنيني ان انا جيت النادي الاهلي، بس انا عايز اقف عند دي عشان الناس تبقى عارفه النادي الاهلي بيبقى عامل ازاي. وخلي بالك يعني النادي الاهلي لما بيتفاوض مع حد بيبقى ليه مواصفات خلقيه معينه بالظبط. فانتوا الاثنين بامانه يعني ما شاء الله يعني ربنا يحميكم يعني 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 اكتر مما كنا نتخيل، ومش حاسين باي يعني صعوبه ان انتوا تخشوا جوه الفرقه للحته اللي انت بتقولها. بالظبط يعني بقول لما تيجي بالذات من حد زي كده بتبقى يعني ليها طعم تاني يعني، حتى مع ناس كتير طبعا يعني بقيه الفرقه ابراهيم يمكن ارضيه الملعب كمان يا عمر خلي بالك برضو ارضيه الملعب اللي بتتمرن عليه الجزيره هي مشابهه للنادي الاهلي صح؟ بالظبط. احنا كنا اتمرن في استاد القاهره ومؤخرا نقلنا النادي المقاولين وهما الاثنين تقريبا نفس الارض بتاعت النادي الارض قطر كمان بس هنا قطر يعني هنا قطر لان خلي بالك في لعيبه كتير جدا مثلا لعيبه بتيجي من اسكندريه بيبقى عندهم مشكله الباركيه عشان بيلعبوا على باركيه. لا بس هي الارض هنا الصراحه قطر بكتير يعني مثلا ملعب زي الاستاد الارض فيه يعني سيئه جدا لان بقى لها كتير قوي ما اتجددتش، لكن هي الارض هنا من ساعه ما اتجددت الصراحه وهي مريحه يعني مريحه على الركب ومريحه على لعلمك انا كنت بسمع الشكوى دي على طول من اللعيبه عمرو لانه كان ماسح حتى الاجانب يجي يقول لك لا الركب أيوة. بس هو الصراحه يعني لما بنروح نتمرن في ملعب اسكندريه مع منتخبات اكيد الباركيل الباسكت احسن صحيح ان هو بي زي ما بيقولوا كده كويس للمفاصل وحنين على المفاصل حنين على المفاصل بالظبط كده، بس هي الارض دي برده كويسه يعني يعني من احسن انواع التريفليكس اللي موجود يعني في ملاعب في مصر الموضوع بيبقى تطلع من الماتش
بتفرق حتى في الريكفري بتاعك ان انت طالع ظهرك وجعك قوي ركبتك وجعك. بس هو الملعب هنا يعني بعد ما قبل ما جد كان صعب صعب كان صعب, صعب. ماما كان برضو قاعد فتره بس خليني بقى اروح معاك في حته تانية كده عائليه شويه. انت اخواتك الاثنين بيلعبوا في الجزيره بس ادي رقم واحد. كابتن شريف جندي طبعا نجم منتخب مصر ونادي الجزيره واخويا الكبير يعني انا بعتز بيه جدا جدا كابتن شريف. كان ليهم دور في المفاوضات والكلام ولا يعني كانوا شايفين انت كنت شايف ازاي كان بيتكلموا معاك ازاي؟ بص مش هكذب عليك هو لما ابتدى الكلام يطلع من الاول بابا كان رايه شوف اعمل قرارك ده مصلحتك ده حياتك انت دلوقتي كبرت عندك اسره شوف رايحك ايه واعمله بالظبط. اخواتي شويه عاصم في الاول كان متاثر جدا جدا اول في اول ما كان هيطلع القرار كان متاثر جدا. بعد كده لما شاف الوضع في النادي يعني ابتدى يقول لي خلاص لا انت ده الاحسن لينا كلنا كمان الفريق كان يعني يمكن عاصم اقرب قرب ليك هو اقرب ومانو كمان مانو برضو من الاول بيقول لي بقى بيلعب مكان اصطفى كان عايز يلعب فقال لي مش عادي او عاصم متاثر عشان مش عايز يمسك عمرو هيلعب فرقه ثانيه مش عايز يمسك لان عارف ان هو اللي هيمسك. بص شفت الاخوات بقى مفيش حد سهل ومانو عايزك تمشي عشان يلعب مكانك كلها بضربه. لا بس في الاخر يعني كان القرار ده بقى يعني باللي حصل ان هو بقى احسن لجميع الاطراف اللي هو احسن النادي الجزيره ان هو الفلوس اللي هياخدها من الصفقه هيظبط بيها فريق يجيب محترف احنا الاحسن لنا ان احنا نمشي عشان المشاكل كانت بتبتدي تزيد فتقبلوا شويه باللي حصل. بس هما في الاول كان مش هكذب بالذات يعني عاصم كان متاثر قوي حتى يمكن انت يعني عشان عيلتك كلها في نادي الجزيره فده كان الموضوع شويه انا اصل انا ده اللي كنت عامل حسابه خلي بالك والمفاوضات شغاله وانا كنت عارف كل حاجه بس كان كنت عامل حساب ان ممكن يبقى ايه انت مش عايز تسيب كابتن شريف مش عايز تسيب عاصم مانو كده يعني كنت شايفه كنت قلقان من الحته دي بس انت بتقول يعني احتراف دلوقتي خلاص يعني هو الموضوع وصل زي في الاخر بقى وين وين سيتويشن للنادي وليا وان انا برضو كانت اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اطلع بصوره انا زي ما حضرتك بتقول انا بابايا من سنه 87 في النادي انا في الفريق الاول من 2008 كابتن الفرقه بقى لي سنتين مش هينفع اطلع بصوره في الاخر لا مثلا عامل مشكله مع حد متكلم مع حد مش انت بالظبط لا انا دي كانت اهم حاجه وده الصراحه يعني انا يعني اتبسطني جدا في النادي الاهلي يعني طلعني بصوره في الاخر تليق بيا وبنادي الاهلي وبنادي الجزيره الموضوع في غايه الاحترام والاحتراف انا ما كانش ينفع مثلا طالع مشكله مثلا مع الجهاز لا خالص مشكله مع حد من اللعيبه مشكله مع حد من الاداره انت الكاركتر بتاعك يعني انا هقول لحضرتك حاجه انا الصفقه قبل ما كانت تخلص اللي هو كان تقريبا الناديين متفقين بس لسه الاستقرار ما طلعتش انا كنت اروح للتمرين مع نادي الجزيره حد وخلاص كان الناديين متفقين كنت عادي وبتمرن و هي دي الرياضه يا عم بالظبط انا قلت لهم يا جماعه هو في الاخر خلاص هو الموضوع ده بقى امر واقع والنادي محتاج ياخد القرار ده الاداره كانت شايفه كده فخلاص بس انا كعمر انا ما عنديش مشكله مع طالع ما عنديش وحتى بعت لهم على الحاجات بتبقى بتاع الفريق جروب ان هو يعني بالتوفيق وكده وطالع الحمد لله دي كانت اهم حاجه ان انا ما ابقاش خسرت اي حد صحيح 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 الناس اتربيت معاها يعني طول حياتي صحيح اكيد وعمر يمكن برضو انت عريس جديد يعني لسه ما شاء الله ربنا يسعدك في حياتك طب يعني مراتك رايها ايه هل كان ليها دور فكرت معاك لما جه الصفقه يعني كانت رايها ايه طبعا يعني برضو مراتي والعيله كبرضو كلها هي طبعا لا العيله خلاص اهلاويين احنا عارفين بس لا بس هي كان رايها برضو ان انا الاحسن يعني هي عايزه في الاخر الاحسن لي وعايزه مصلحتي طبعا لان هو بيبقى قرار مش سهل برضو ان انت تمشي ولا ان بالذات ان هو جاي برضو مش انا وكمان الفكره ان انا مش انا صاحب القرار برضو في الاول مش 100% انا صاحب القرار النادي والنادي هو اللي متحكم لان بالظبط انا فاضل لي عقد مع نادي لسه فالنادي هو اللي متحكم فيا برضو شويه بس لا طبعا كان رايها ان انا النادي لا يعني النادي الاهلي طبعا مفيش حد يختلف صحيح. عليه يعني خلي بالك عمر زي ما قلت لك انتوا صفقه يعني ما كانتش حره صفقه جت باتفاق ناديين ودخل في صفقه انديه اخرى وفي نفس الوقت رغبه اللاعب يعني في يعني مثلث يعني كامل من ثلاث اركان فكانت صعبه الصفقه يعني بالظبط وهي طبعا يعني في الاخر زي ما بقول لحضرتك النادي الاهلي لما يبقى النادي الاهلي بقى هو اللي داخل في الصفقه فطبعا الواحد ما بيفكرش يعني ما فيش تفكير في الموضوع صحيح. يعني هو لما يعني احنا كنا بنيجي نشوف يعني لما نيجي نلعب الاهلي هنا بنشوف الجماهير ونشوف الملعب ونشوف الاجواء بتاعه الفرقه طب تقول ايه يا عمر يعني اطلع من كلامك ده تقول ايه اللعيبه النادي الاهلي قدرهم وعملهم ووقف جنبهم لما رجعوا من السفر واظهرهم بشكل تاني للمنتخب وللعالم كله وللاسف جم في لحظه وقال لك لا فضل الفلوس على النادي الاهلي تحب تقول يعني انت لمست اهو يعني شايف ده التصرف ده ازاي شايف ده هل ده يعني
حاجة تليق بالنادي الأهلي ولا إزاي؟ لا طبعا يعني... لا خالص طبعا خالص، لأن اللي بيجي النادي الأهلي مش بيجي عشان خاطر فلوس بس، أنت بتيجي عشان خاطر يعني كيان النادي الأهلي واسم النادي الأهلي والمجد أنت بتعمله. والنادي الأهلي في الآخر ده حاجة بتكمل معاك بقية حياتك بقى، يعني اللي بيتربط اسمه بالنادي الأهلي ده حاجة مش يعني حاجة، حتى إن شاء الله اللي يلعب في الأهلي سنة ولا سنتين بيفضل طول حياته مرتبط باسم النادي الأهلي إنه كان لعيب في النادي الأهلي. فده يعني حتى أنا وعمري إحنا كان جايلنا العروض من أندية تانية بفلوس يمكن أعلى من النادي الأهلي، يعني العروض التانية كانت أكتر كماديا أكتر من النادي الأهلي، بس إحنا فضلنا النادي الأهلي، يعني استقرار يعني التزام يعني يعني مفيش حاجة يعني. خلينا أسألك عادي ما فيش مشكلة، يعني إحنا بنتكلم وكل الاحترام والتقدير للأندية الأخرى، يعني الزمالك عرض عليك اكتر صح؟ يعني الزمالك عرض عليكم اكتر كفلوس ليكم انتوا، وعلى عمرو اللي هو عمرو اللي كان يعني كان رسمي معاه في اخر فتره دي كان اكتر من عرض النادي الاهلي يعني. بس في الاخر طبعا والله يعني انا الكلام ده بيسعدني ليه، هو طبعا يعني مع كل الاحترام طبعا للانديه الاخرى، انا لما بلغت رئيس النادي بتاع الجزيره ان انا رغبتي الاهلي ما كنتش اتفقت معاهم لسه على فلوس، كنا بنمشي فلوس. يعني انت قلت رغبتك الاهلي من قبل ما تعرف الاهلي عرض عليك؟ ما كنت عارف هاخد كام في النادي الاهلي، انا كان عارف ان انا في رقم معين محطوط من النادي اللي كان مكلمني، وانا ما يعني قلت انا وكيل اعمالي قال لي الاهلي هيقدرك الاهلي من غير ما نتكلم هيدوك احسن حاجه، اللي انا في الاخر يعني الرقم اقل، بس انا حاجه انا يعني تليق بيا وانا راضي بيها، وهو كمان انا في استقرار في النادي الاهلي زي ما انت بتقول. لا انا عايز اقف الحته دي جامد قوي يا عمرو، يعني انت ابديت رغبتك طبعا رئيس النادي مهندس عمرو جزارين بالظبط، وقلت له ان انا عايز اروح النادي الاهلي من قبل ما تعرف هتاخد كام في النادي الاهلي؟ والله من غير ما قبل ما اعرف، انا اصلا يعني جيت قبل ما لما اتفقوا مع الناديين وكان شبه الاتفاق محسوم ابتدينا نتكلم في الفلوس. انا ما خدتش وقت يعني يو اقل من كلموا الوكيل اعمالي بلغوه الرقم كام، بس انا كان نفس القصه بالظبط ومضينا في الاخر كمان انا ووكيل اعمالي معايا مضيت على بياض، يعني احنا اتفقنا على اتفقنا بس الارقام ما اتكتبتش في على فكره ما كتبتش في العقود، انا ماضي على العقود بيضه لسه ما شفتهاش. انا ماضي على العقود بيضه والله، وانا ماضي على العقود بيضه برضو هنا، انا عايز اقول لكم لان احنا في الاخر في النادي الاهلي يعني انا كان في كلمه هي الكلمه مش يعني انا زي يا جماعه انا عايز بس انا عايز الساده المشاهدين عشان ما يقولوش ان احنا او اللي انا بقوله في البرنامج كلام ملوش معنى. فاكرين لما قلنا في حلقه من حلقات النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي تمديله على بياض؟ الكلام بيتقال اهو قدامكم والله، ولا مرتب له عمرو وعمر مضوا على النادي الاهلي على بياض وابدوا رغبتهم النادي الاهلي بدون ما يعرفوا المقابل كان ايه. ايوه يعني انا حتى انا اول قعده قعدتها كان مع كان كابتن رؤوف وكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي وكان كابتن اشرف وكابتن احمد الجرحي وكابتن طارق الغنام، كانت القعده الاول يعني اول مره نقعد اتفقنا برضو يعني ما اتفقناش على اي يعني القعده دي يمكن قعدنا وكان عمي موجود والدي موجود قعدنا قعده كاننا قاعدين قعده عائليه يعني بالظبط، وقاعدين نهزر ونضحك ونتكلم وبتاع وبس ما سيره الفلوس ما اتفتحتش اصلا، يعني انا كل اللي قلته لهم احنا بس خلصوا الموضوع مع نادي الجزيره ان شاء الله الموضوع يخلص مع نادي الجزيره وساعتها نبقى نتكلم، وعمي كان بيقول لي كده يعني عمي برده كان بيقول لي ما تقلقش يعني الموضوع الفلوس في النادي الاهلي ده اخر حاجه خالص بتتكلم فيه يعني هتتقدر. لان احنا دلوقتي كان في الصفقه محتاجه الاول تخلص مع الجزيره، فقال لي ان شاء الله بس نخلص الموانا، وانا قلت لهم كده يعني من يوم ما قعدت معاهم قلت لهم يا جماعه انا معاكم ان شاء الله وفي النادي الاهلي بس الموضوع يخلص مع الجزيره بس، وبعد كده وساعتها نتفق على الفلوس بالزبط. ونتفق على كل حاجه، وفعلا مضينا على بياض مضينا على عقود فاضي يعني عمر، وانا اول مره في حياتي يعني أنا كده. اول مره في حياتي اعمل كده، مش هتعملها في حته ثانيه، مش هعملها بالظبط. وانا حتى يعني بابايا وعمي من الناس يعني بالذات اللي هم يعني عمرهم عمري في حياتي يعني بابايا مربيني حتى كده ومعلمني كده ان انا حقك بالظبط يعني حقك. مش عشان حاجه مش عشان يعني حتى لو انا واثق في اللي قدامي حاجه بس ده عقد في الاخر قصدي على عقد النادي اول الأهلي. مره في حياته يقول لي لا امضي خلاص النادي الاهلي يعني سالته حتى قال لي لا امضي وما لكش دعوه خلاص، لو كلمه تطلع يبقى متاكدين ان احنا سليمه. عمر بشكرك شكرا جزيلا نورتيني وشرفتيني والله، لا انا مش عايز اللقاء يخلص وانا حاسس ان احنا قاعدين في بيتنا وقاعدين يعني بالظبط، والله انا فعلا حاسين ان احنا قاعدين في البيت مع الاسره يعني، ولقاء جميل وبشكر حضرتك طبعا على اللقاء الجميل ده وعلى الشرف ان احنا قاعدين في النادي وعلى قناه الاهلي يعني، وان شاء الله نتقابل تاني يعني ان شاء الله ونتقابل معاكم وبطولات ان شاء الله. عمر يعني بشكرك وبتمنى لك كل التوفيق، انت عارف انت قريب ليا جدا وانا بعزك قوي، بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله وتعمل مواسم مع النادي الاهلي كلها بطولات باذن الله ان شاء الله. يا كابتن هيثم بشكر حضرتك وليا الشرف ان انا معاك،
كنت فتحت خير عليك لما قبل ما تيجي نادي الاهلي كنت قاعد معاك في الاوضه، وان شاء الله تبقى اول لقاء معاك يبقى فتحت خير عليا، ونتصور ان شاء الله بعد كده بالثلاثيه ان شاء الله. شكرا جزيلا يا عمرو. شكرا يا كابتن ياسر. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع عمرو الجندي وعمر طاهر. لينا لقاءات تانية، هيكون معنا احمد مهيب واحمد حمدي، صفقتين اللي انضموا للنادي الاهلي مؤخرا، ولكن بعد الفاصل. بحضراتكم من جديد، برحب طبعا باحد الصفقات السوبر اللي انضمت للنادي الاهلي السنه دي وقادم من نادي سبورتنج، احمد مهيب. ازيك يا احمد؟ اهلا بحضرتك، منور النادي الاهلي ومنور قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب. ان شاء الله يعني يبقى موسم عليك كويس، مواسم على الاهلي طبعا ان شاء الله تبقى كويس ان شاء الله باذن الله. طبعا برحب بضيفي الكابتن احمد حمدي، احد الصفقات الناجحه قادم من الدوري الجورجي. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بحضرتك، منور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. يمكن اروح لابو حميد. احمد طبعا مهيب، انا كنت بحبك قوي يا ابو حميد. وانا كمان والله، انا كنت بحترمك وبحبك جدا. ربنا يخليك يا كابتن، وانا كنت سعيد بانضمامك للنادي الاهلي. خلينا نقول بقى الكلام اللي الناس ما تعرفوش وما سمعتوش، قصه انضمامك ايه؟ اولا انت جيت في صفقه حره على فلوس ونادي سبورتنج المحترم، وايه بقى انت حر تمتلك؟ مفاوضات مشت ازاي ومع انديه ايه؟ والله حضرتك عارف ان احنا بقى خلصنا الدوري، كان فاضل له ماتشين، الكورونا طلعت وقفت كل حاجه، ما كناش عارفين بقى الدوري هيكمل ولا لا خلاص. فانا كنت واخد القرار ان انا عايز اخد ستاب ثانيه وامشي من نادي سبورتنج. الحمد لله اكتر من نادي كلمني، الزمالك في القاهره، اتحاد وسموحه، وطبعا نادي سبورتنج. كان في مفاوضات، وبعد كده تدخل النادي الاهلي. انا طبعا يعني كان حلمي ان انا العب في النادي الاهلي، فبعد ما عرفت ان في نادي الاهلي يعني حابب ان انا انضم ليه، وانا وقفلت كل الـ مين اللي كلمك من النادي الاهلي يا بابا؟ اللي كلمني كابتن اشرف توفيق وكابتن طارق واحمد، كابتن احمد الجرحي. طبعا لعيبه كتير كلموني. ده قبل التوقف كورونا ولا بعد؟ لا يعني في ظل التوقف. في ظل التوقف يعني خلاص، وكانت خلاص الرؤيه ان الدوري مش هيكمل، فخلاص يعني احتراما لنادي سبورتنج يعني الناس قالت خلاص، وهم عارفين النية ان انا خلاص عايز امشي يعني، فابتدوا يكلموني ويشوفوا انا عايز ايه، اروح ايه. بس طبعا زي ما قلت حضرتك، انا بعد ما يعني انا حابب ان انا يعني البس تيشيرت النادي الاهلي، فدي بالنسبه لي كانت اول معرفة. طبعا المفاوضات انا حتى كان جو انت في الاصل اهلاوي يا ابو حميد؟ انا اهلاوي. كوره؟ انا اهلاوي كوره، وانا بحب الاهلي الصراحه يعني، وكان طول عمري نفسي اضيف في الكارير ان انا لعبت في النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله اخد بطولات في النادي الاهلي يعني. الحمد لله ربنا كرمنا في احمد سبورتنج. انت لعيب بطوله، وكان ليك دور كبير جدا مع سبورتنج في بطولات كتير. الحمد لله. ومن اللعيبه يعني اللي في الملعب ما بترميش الفوطه يعني، الاخر ثانيه بيلعب. لا حقيقة. فيعني احنا فرحين بيك جدا. ربنا يخلي حضرتك والله. انا فعلا مبسوط من دوام النادي الاهلي، نادي فعلا كبير. التيشيرت يعني انا النهارده اول ماتش لعبناه، انا يعني مبسوط وانا بلعب للنادي الاهلي، فان شاء الله باذن الله يعني اقدر ادي كل اللي اقدر اعمله للنادي الاهلي، عشان ان شاء الله انا عايز اتوج ببطولات زي ما توجت من نادي سبورتنج بس مع النادي الاهلي. ان شاء الله يحصل، ونبارك لك وتكون معانا بالبطولات دي باذن الله. ابو حميد يا رب ان شاء الله. ابو حميد اجي لك، انت ليك مشوار طويل بره مصر يعني شويه. انت طبعا ابن الاتحاد السكندري. مظبوط. خرجت سن صغير، رحت لعبت في دوري المدارس. رحت لعبت مدارس. طلعت سنة سن كام طلعت يا ابو؟ حوالي 16 سنه. 16 سنه. رحت على انهي ولايه هناك؟ رحت على تكساس. تكساس. لعبت كام سنه في المدارس يا ابو؟ رحت هناك حوالي 3 سنين. 3 سنين. يعني بتهيألي دنيا غير الدنيا. لا طبعا مختلفه. ايه بقى الوضع؟ ايه اللي كان يفرق يعني هناك؟ طبعا انا رحت انت فاهم سني صغير، ما كانش عندي ما اعرفش اي حد هناك انت فاهم. كنت لوحدي، فما كانش حد يساعدني ولا اي حاجه، فتعودت اللي هو انا قاعد لوحدي على طول انت فاهم. والباسكت هناك غير هنا. هناك طبعا كلهم بيجروا وينطوا وكل الكلام ده، فكنت لازم اعمل ادجست لكل اللي هو الباسكت بتاعهم وكده. فبس قعدت 3 سنين في المدارس. وبعد كده رحت جامعه. بعد كده رحت جامعه نفس الولايه في تكساس ولا رحت حته ثانيه؟ رحت اول سنه في نفس الولايه في تكساس في هيوستن. هيوستن. بعد كده اتنقلت لفيرجينيا. تمام. قعدت سنتين هناك، بعد كده اتنقلت لفيرجينيا، وبعد كده من فيرجينيا قعدت سنتين،
وبعد كده اخر سنه رحت رجعت لتكساس تاني. تكساس تاني يعني تكساس فيرجينيا سنتين على 4 سنين كده تقريبا صح؟ اه بس سنين. اول سنه في هيوستن ما لعبتش فدي ما تتحسبش. هم المفروض تلعب 4 سنين فانا رحت لعبت سنه وبعد كده رحت لعبت سنتين في فيرجينيا وبعد كده رجعت لتكساس. صحيح. طب أوه. انت اكيد ضافت لك حاجه دوري الجامعات غير المدارس طبعاً. طبعا اجسام هناك اقوى. طبعا الناس هناك ولعبت اللي هو قدام ناس كتير دلوقتي اصلا بيلعبوا في الام بي اي زي مين؟ زي مو بامبا يا راجل. لعبت معاه ولعبت قدام تري يونغ مش عارف لو عارف البوينت جارد بتاع اتلانتا. عارف فلعبت قدام ناس كتير انت فاهم يعني كنت تمسكه طبعا يعني قعدت لا ف يعني حاجه جميله جدا. طبعا فمنافسك كويسه انت فاهم اللي هو اداني اكسبيرينس كويسه انت فاهم ان انا بلعب قدام الناس ديت فانا مبسوط اصلا من اللي هو الكارير اللي هو بتاعي. وكمان عايز اقول لك على حاجه انت يمكن ده اهلك ان انت تروح جورجيا بعد كده يعني نادر. بص اغلب لعبتنا يمكن انت وعاصم يمكن صح احمد هو وعاصم مرعي بس اللي طلعوا من دوري الجامعات راحوا اوروبا بالظبط كده. فيمكن انت رحت جورجيا اكيد الفيديوهات والستاتس بتاعتك والكلام ده كله كان مشجعهم يتعاقدوا معاك. طبعا شجعهم ان انا رحت لجورجيا وكده بس طبعا الكورونا وكل الكلام ده بعديها كنت انا هروح العب في اللي هو الام بي افريكا دوت بعد كده الكورونا حصلت فما عرفتش اروح اي حته وبس فرجعت. طب وقول لي بقى النادي الاهلي بدا القصه ازاي؟ يعني انا سالت احمد برضو النادي الاهلي مين اللي كلمك؟ ازاي النادي الاهلي وصل لك؟ يعني قول لي التفاصيل. طيب اولا هو انا ما اتكلمتش مع حد من هناك لان انا انت فاهم ما اعرفش اي حد وانا كنت في امريكا اساسا فهم كلموا مع الايجنت بتاعي محمد جو بس فهو اتكلم معاهم وكده وهو قال لي هم عاوزينك هنا في الاهلي وكده وقال لي هو قال لي ان هو فرصه كويسه ليك وكده فبس فانا اخذت لقيتها فرصه حلوه فرصه حلوه وكده فقلت ماشي انت فاهم. مضيت امتى يا ابو حميد؟ مضيت امتى؟ حوالي اعتقد على شهر 4 شهر 4 لان انا عارف انت ماضي من بدري. انا بسالك السؤال ده متاكد شهر ابريل تقريبا. ابريل. طب انتوا في جورجيا الدوري كمل ولا وقف عشان كورونا وما استكملش يعني؟ لا هو دوري كمل بس اللي هو بس هو السنه اللي فاتت هو اللي ما كملش اي حاجه عشان كورونا ولا السنه اللي قبل كورونا؟ عشان الكورونا. فانت بقى شهر 4 طيب انت من شهر 4 رجعت مصر ولا قعدت في جورجيا؟ لا انا رحت امريكا. رحت أمريكا. في امريكا رحت برضو نفس الولايه تكساس ولا في تكساس ما انت تلاقي اصحابك هناك بقى والملعب اللي اتمرن فيه ما مراتي كمان وانا مراتي انت متجوز كمان متجوز من افراح قعدت مع مراتك في تكساس. رحت قعدت مع مراتي طبعا بقى اتمرنت ويعني وحكايه اللي هو كانت صعبه شويه ان كل حاجه هناك في تكساس كانت مقفوله عشان وهنا كمان برضه كل حاجه هناك كانوا قافلين كل حاجه خالص عشان هناك الكيسز هناك كانت عاليه قوي بس فكنا قافلين مناطق كبيره كتير قوي في اللي هو الجيم وكل حاجه. طب رجعت مصر امتى؟ يعني جيت من امريكا انا لسه راجع من حوالي 10 ايام 10 ايام اسبوعين كده لسه راجع يعني لسه بعد التجمع بعد الدوري. طب انت جيت لوحدك ولا مراتك معاك؟ لا انا جيت لوحدي. ما تخطط ان مراتك ان شاء الله بس هي دلوقتي بتخلص الجامعه بتاعتها وكده الجامعه فهي بس انت ليك يعني سكه طويله كده وكان يمكن احنا في مصر فوجئنا انا بكلمك بصراحه ابو حميد يعني احنا كنا نعرف احمد وبتاع وبيلعب وبعد كده فجاه الاهلي مضى احمد حمدي يعني انتوا بتهزروا ازاي ده؟ قال لك لا ده ماضي معانا من فتره. ايوه. طب انت النهارده اول ماتش ويمكن احمد قال لي عملت ماتش حلو جدا النهارده مع الظهور. حاطط كام بونت النهارده؟ والله ما عارف انا بقى بروح العب ما بفكرش اساسا لا ريباوند ولا بوينتس ولا اي حاجه انا بروح العب بس بعد الماتش تسال بقى انا عملت ايه وبتاع ولا حتى ساعات ما بسالش ساعات ما بسالش والله حتى يا باشا ده اللعيبه في مصر هنا بيبقى بيشوط اهي انا جبت كام لا والله اللي هو انت فاهم اللي هو مش فارقه اللي هو انت فاهم انا اروح العب بس كده بعد الجيم اللي هو لو حصل ان انا عرفت ما حصلش اللي هو ما بسالش يعني بس دي العقليه دي برده جات لك من امريكا. بالظبط اللي هو انت بتروح تلعب الماتش وبس وتمشي ما تفكرش على الباقي بقى. صحيح يعني مهيب بيتهيألي يعني بص العقليه اللي هو بيتكلم فيها لا طبعا لا احنا مش بنلاش غير في الاجانب يعني ده حقيقي واللعيبه المصريين يعني معلش برضو اللي زيك ان هم عندهم الفكر الاحترافي ما بنلاقيهاش كتير ان هو يقول لك انا بلعب وبادي وخلاص يعني الموضوع ده يعني محتاجين نتكلم فيه مع الناس ما دي بقى يعني ده ميزه ان انا بحتك بره
صحيح. سواء اصلا الموضوع مش احتكاك ماتشات وان انا مستواي بيعلى، انا كل حاجه بتتغير، اللايف ستايل بتاعي بيتغير، فكري بيتغير، طريقه تفكيري، كل حاجه بتتغير. صحيح. فدي الاكسبيرينس انا شايف ان هي اللي بتتاخد لما حد بيسافر. طب قول لي يا مهيب، انت بتحب التمرين، انت لاعب زي كده لازم تتمرن؟ لا، في لعيبه ما بتحبش التمرين، في لعيبه هم لعيبه ماتشات بيبقى، وكوتش اشرف من المدربين معروف الحمل عندهم عالي، يعني حمل عالي وبيبقى دايما يقدس التمرين جدا، يقدس التمرين وبتاع. هل ده يعني كان ماتشنج مع شخصيتك، ولا حاسس ان لا انا محتاج بزود انزل اشوط شويه، ولا التمرين كافي؟ والله برده كابتن اشرف ما لحقش برده يتمرن، احنا خلصنا اتمرنا اسبوع وهو الماتشات ابتدت. يعني ان شاء الله بقى بعد الست ماتشات دول هيبقى في شهر ونص توقف او غالبا شهرين هيبتدي بقى التمارين. يعني لا، انا من النوع اللي انا بحب التمرين جدا، حاجة بس عارف انت يعني، انا عارف انا بقول انا لو ما اتمرنش مش هجيب بالظبط، لازم لا اشوط واتمرن. وانا ما شاء الله شايفك يا رب، يعني ربنا يحميك فت والحمد لله. ما هي فتره الكورونا دي حاولت على قد ما اقدر ان استغلها، خصوصا ان احنا في سبورتنج وقفنا ماتشات من شهر واحد، فانا من شهر واحد لحد النهارده اهو 8-10، انا اول ماتش العبه النهارده. يعني فات حوالي 9 شهور كتير حياتي، عارف ان يعني المكنه مش شغاله زي ما بيقولوا. بس انت ما قلقش عليك يعني، هو الحمد لله النهارده يعني الحمد لله جبت اربعه كده، بس الحمد لله يعني. لا يعني ان شاء الله بقول لك، لا يعني مش قلقان فنيا، انا بتكلم لعلمك اللي يزعج الواحد في 9 شهور مش الفنيان، انت هتجيب نفسك، انت لعيب كويس يعني الحمد لله. يعني انا ما لقيتش الحمد لله فيها مشكله في الباسكت، انا الحمد لله كنت بحاول على قد ما اقدر. برده كابتن اشرف في ظل الكورونا والدوري متوقف كان بياكد عليا ان موضوع التمرين ده انا عايزك تبقى جاي فت، عشان مش هيبقى في وقت كتير قوي ما بين الاثنين سيزون اللي احنا نتمرن، فانا بس عايزك تيجي فت على الاقل فتنس بس، عشان بيبقى فيه بس شويه التاكتيك والخطط بس. صحيح، لسه بقول لك انت لو فتنس جاهز او واقف عليك 60-70% بالظبط. واحنا دلوقتي بصراحه الموضوع بقى غير زمان، دلوقتي الفتنس بقى يمثل 60-70% 30% مهاره. صحيح، دلوقتي لو واحد مش واقف على رجله بيبقى بعيد شويه. احمد لسه بيقول لك، اقول لك في امريكا بينطوا وبيعملوا ده طبعا. هي دلوقتي واحنا ابتدينا ناخد الكونسبت ده من بره، اللي هو دلوقتي الحريف ده ما بقاش موجود. صح. ما بقاش ياخد المينتس بتاعته غير زمان، يعني هيك عارف اكيد. طب قول لي يا مهيب، انت اتفرجت على ماتشات الاتحاد بتاعت الكاس الاهلي والاتحاد وده كنت متابعها جدا. طيب انت شفت النادي الاهلي، اكيد في مشاكل فنيه، ما احنا ما مش هنضحك على بعض، بس انت ايه اللي قلته لنفسك؟ انت عشان عارف انت شخصيتك ايه، ايه اللي قلته لنفسك؟ لا لما اجت ان شاء الله اخد دوري في الفرقه، لا انا هعمل كده. يعني اكيد حضرتك عارف الدور اللي انا جاي عليه. انا حسيت في ماتشات الفاينلز ان مفيش الكيك اوت دي مش موجوده. معظم لعيبه الاهلي عندهم خبرات في الدخول كويسه جدا، بيميلوا ان هم بيعرفوا يشوطوا بس بيميلوا ان هم يدخلوا درايفات اكتر. بالظبط كده، محدش بيحب اللي هو زينا زي ما حضرتك كنت بتلعب يستنى كده الشوطه، يستنى دي ما كانتش موجوده. ففي اوقات كتير ما كانتش، كانت عند الاتحاد، كانت عند الاتحاد بسياسة كابتن مرعي. يعني كابتن مرعي، وهو كابتن مرعي حق يقال هو اللي حط الموضوع ده فيا، هو اللي وظفني للدرايف كيك اوت. فدي شغلانة احنا كلنا بنعرف نلعب باسكت، بس كل واحد لما يبقى ليه دور وكل واحد يعمله الفريق هيبقى في حته ثانيه. يعني انت حسيت ان موضوع الكيك اوت والشوطه السالكه اللي بتبقى طالعه من حتى كابتن اشطفي كان بياكد عليا في التمارين، هو عايز مني كده. يعني ما انا بعرف اعمل درايف، بعرف اعمل دريبل، هو عايز مني الجوب دي، فانا الجوب دي اللي انا جاي عليها. فدي اللي انا عايز اركز فيها ان شاء الله، ربنا يكرمني ويوفقني، ان دي انا حاسس ان انا هفيد الفرقه بيها. صحيح، الفرقة انت عندك مستين، خلي بالك انت ممكن تلعب ثلاثه، ممكن تلعب اتنين. ده حقيقي. يعني انت عندك قال لي الموضوع، انا بقول لك لا، بس يعني بالخبرات اللي موجوده عمرو الجندي، ابراهيم الجمال، كل والناس كلهم يقدروا يدخلوا احسن مني. يعني هو كل واحد عنده ميزه وعيب. يعني انا شايف ان الى حد ما الحمد لله عندي ميزه في الشوطه اكتر من ليه ما استغلهاش بالظبط، ليه ما تتكش عليها بالظبط. خاصه انا اعرف انت ممكن تروح انت مهيب بيروح الصبح يشوط 500 شوطه كل يوم. ده حقيقي، انا عارف عنك. انا ده يعني دي حاجه عشان يعني نجيب دي وظيفتك ودي شغلتك والشوطه بتاعتك، فانا جاي عشان اعمل كده. ودي اللي كابتن اشرف الصراحه بيعملها دلوقتي، وعملت على فكره، وانت خلصت بطولات للسبورتنج بالشوطه الحمد لله. يعني يعني وان شاء الله باذن الله يعني نخلص البطولات للاهلي برده ان شاء الله. ان شاء الله ابو حميد يمكن اجي لك بقى، انت اكيد يعني للدوري الجورجي واجانب واوروبيين، للدوري المصري يمكن اول ماتش النهارده مع تدريب مع الفرقه، وانت الحمد لله جاي على صفقات كويسه، مهيب وعمرو وعمر ومحمد مصطفى ولاعيبه حتى اللي طالعين من تحت لعيبه كويسه واللي موجودين الصراحه والموجودين طبعا يعني طبعا. الله ينور عليك. لا الجمال يعني ومش عايزين ننسى حد بالظبط، هي قوام فرقه ما شاء الله يعني امين. طبعا طبعا قوام الفرقه، سكواد محترم. انت النهارده يعني برضو ايه يعني ايه الفرق
حاسه ما بين هنا وما بين الجورجيا والجامعات في امريكا، ولا ما فيش فرق؟ لا هو في فرق شويه، في هنا بيعملوا كونتاكت كتير والحكام هنا ما بيصفرش حاجه. لسه بيتكلم عن الموضوع ده بيعاني الحكام شويه النهارده بصراحه، يعني جات لي ضربت كتير ما صفرتش ما صفرتش. قلت بعد الماتش بقى اتكلم معاه اقول له لا انت لسه شفت حاجه، يعني مش كل تاتش بيتصفر. اللي هو اللي هو هنا فيزيكال هنا فيزيكال شويه، وغير كده ما بيصفروش على اي حاجه خالص، اللي هو كل حاجه بيعدي. بس كويس انت لقطت يعني لقطت دي. طب الحل ايه بقى؟ الحل ان انا اعتقد ان انا لازم العب مور فيزيكال، يعني ما تستناش الصفاره ولا انا غلطان؟ انا لو استنيت الصفاره مش هتيجي. الكلام ده بالظبط. انت بتروح كل دوله بتبقى عندك كده ايه سنس الحكام في الدوله دي بيصفروا ازاي. عشان كده الامريكان معظمهم ما كانوش بيلعبوا حلو وينجحوا. صح، يعني تجربه الافارقه والعرب التوانسه لما جم كانوا أحسن. بيمشوا احسن. صح. في الدوري المصري عشان هم مش متعودين، يعني كان بيبقى فيه كولز هو مستني دي فاول وهي صفاره. شمال افريقيا وافريقيا بيلعبوا زينا بالظبط كده، انما امريكا لا تاتش اقوى مننا، يعني التوانسه هم على طول اي تاتش فاول. لكن لا ما دي فدي صعبه. انا حتى قلت الحمد يا الموضوع ده ان هو مش كل وتلاقي نزل قال لك يا عم ده مستغرب. ايوه النهارده كان طالع يجيب دانك فعلا وركب الحلقه اللي هو حد خبطني ايوه. لا خلي بالك خلي بالك، يمكن هنا هنا برده الحته دي برده انت يعني ما شاء الله، يعني شفت الهايلايتس بتاعتك انت لعيب ما شاء الله، يعني يا رب يحميك بتنط. فخلي بالك من الحته دي كويس، لان ممكن الكونتاكتس دي تعمل لك مشكله. طب ايه تاني اللي لاحظته غير الكونتاكتس والضرب؟ مفيش. لا السرعه السرعه طبعا هنا مش زي اللي هو هنا مثلا اللي هو ابطا شويه، اللي هو سيت بلاي بيلعبوا اللي هو سيت بلاي اكتر بالظبط. اللي هو هنا مش اللي هو على طول بيجروا كده، اللي هو سيت بلاي. طب دي اريح لك ولا اصعب لك؟ هل اريح؟ والله مش فارقه. انت هتلعب يعني هتلعب بالظبط، فهو مش فارقه معايا. انت فاهم اللي هو اعمل ادجست بسرعه، انت فاهم اللي هو ان انا اول ماتش النهارده، انت فاهم، فاللي هو لسه بادئين اساسا، فاللي هو لسه برضو بناخد على بعضينا، انت فاهم اللي هو الفريق كله اللي هو الكيمستري بتاعتنا لسه بتاخد. انا شايف ان بقى موضوع الشهر ونص ده هيفيدنا في الموضوع ده. احنا محتاجين ان احنا بقى نلعب مع بعض. الموضوع يعني الناس حضرتك عارف اكيد مش ماتش ولا ماتشين هيبقى فيه كيمستري ما بين في فرقه بتقعد بالسنين عبال ما يبقى فيه. انا عارف بدخل امتى، مين هيتحرك، مين هيجي لي سكرين. صح. بنظره كام دي بتفرق كتير جدا في المستوى. برافو عليك، انت كلامك 100% صح. يعني ودي كان النادي الاهلي السنه اللي فاتت جاب 7 صفقات وده مش قليل، وتوقف 5-6 شهور خش على مباريات ليفل 1 ده حقيقي. وانا عشان كده انا بطلب من الجمهور ان هو واحده واحده. صحيح، واحنا يعني نضم صوتنا لصوتك. يعني صح؟ 6-7 لعيبه جداد في فريق في هيكل فريق ده مش يعني مهما كان اللعيبه اللي جايين دول كويسين. صح. مع اللي موجودين طبعا كويسين، هي مش موضوع لعيبه كويسه وخلاص، لازم يبقى في سيستم وكيمستري ما بين اللعيبه دي اللي بتفيد اكتر مع. وان شاء الله مع الوقت الحمد لله عندنا وقت. وطبعا كابتن اشرف فيه، انا كل ثقه في كابتن اشرف في موضوع التمرين، خبرات كبيره. طبعا يعني. طب قول لي يا ابو حميد، انت طبعا نقلتك من اسكندريه للقاهره، يعني معنا لعيبه، وطبعا ما اعرفش عايش لوحدك ولا جايب اسرتك معاك؟ لا انا مراتي وبنتي بيقولي يعني 3-4 ايام في الاسبوع بحكم شغل مراتي يعني طبعاً. بس يعني انا الحمد لله يعني اتاقلمت خلاص. انا اتاقلمت انا حسيت فعلا ان انا في بيتي، يعني انا كنت شايل هم الصراحه. انا بكلمك بص عشان لعيبه يعني وعارفين القصه دي وعارفين ان شايل هم، عشان انا شفت لعيبه جولنا في سبورتنج كانوا حاسين بالغربه شويه ان هم في اسكندريه وبيسافروا بتاع. انا دلوقتي الويك اند يعني الاجازه ما بقتش انزل. انا حاسس ان انا في بيتي حتى وعادي. انت قاعد قريب من النادي ولا انا قاعد مع حاتم وحمدي قاعدين في البيت قريب من فين يعني في الزمالك 10 دقايق من هنا. فين؟ في الدقي. في الدقي 10 دقايق. انا بيتي في تجمع لما مراتي يعني بتيجي وكده بنروح. لا انا قصدي اقول لك ان انت قريب من النادي، يعني حتى لو عايز تكمل الصبح انت واحمد بتيجي. دي ميزه حلوه جدا يعني خصوصا في القاهره، دي الحاجه الوحيده اللي مش متعودين عليها ان المسافات طويله شويه في السواقه وفي بنضيع وقت مش متعودين عليها. بس الحمد لله عادي جنب النادي واحساسي ان انا في بيتي فعلا. انت يعني جميله مهيب والله الحمد لله. انا حسيت انت لاعب جميل ولاعب يعني حاجه يعني انا بقول لك انا من اكتر الصفقات والله. ربنا يخلي حضرتك. انا مش عشان بحبك والله حضرتك يعني والله كنت قدوتي وانا بتفرج. فانا بقول لك اطلع زيك يعني دلوقتي الحمد لله طالع معاك لقاء ان شاء الله احسن. لا ده ان شاء الله احسن. بس انا بقول لك ان يعني انا بحبك، انت لاعب يعني مثقف وليك دماغ مرتبه، واتمنى لك بامانه كل توفيق معانا ده. واتمنى لك ان انت فعلا تبقى يعني اللي انت جاي له تتحققه يا رب. يعني انا دي يعني دي فعلا اللي انا نفسي فيه. يعني انا الحمد لله كنت يعني احنا نجحنا في سبورت وشفت ازاي، شفت قد ايه النجاح حلو. فنفسي ان شاء الله ان انا
احاول اساعد باي حاجه. صح. يعني اصل احنا كلنا كل واحد ليه دور، فان شاء الله كل واحد يعمل دوره، وباذن الله باذن الله اخر السيزون ده هنفرح جمهور الاهلي وهنفرح الاعضاء ان شاء الله بالثلاث بطولات يا رب ان شاء الله. احمد يمكن اجي لك بقى في نفس الحته اللي اتكلمت فيها مع احمد مهيب، ان انت قعدت في امريكا من 16 سنه، اربع سنين مدرسه، بعد كده اربع سنين جامعه، بعد كده رحت جورجيا، يعني بنتكلم في حوالي 9 سنين. انت رجعت دلوقتي، فطبعا انت خدت خلاص على اكل بره وشرب بره، اكيد طبعا. الموضوع عامل معاك ايه، مأساة ولا الوضع ايه؟ لا اللي هو ما تغلطش في الاكل عشان انا بعمل له اكل، كنت عايز معايا في البيت عشان ما يقدرش الاكل. اللي هو طبعا اللي هو مختلف، انت فاهم، بس بس انا احسن اللي هو اتعودت اللي هو على الاكل هنا طبعا، انا من وانا صغير وانا طبعا هنا، ف اللي هو الاكل انا بحب الاكل هنا، فاللي هو مفيش مشكله معايا هنا. فانت ما لقيتش اي مشكله؟ اه مش مشكله، واضح ان برده احنا هنا على طول يا اما مثلا بنطلب بره، بنطلب اكل من بره، يا اما مهيب انا ايوه بيعمل بيعمل اكل كده لعلمك حلو الروح دي. انا يعني الحمد لله دي، ودي الحمد لله مش ما بيننا بس، يعني الفريق كله، وانت عشان لعيب بطوله فانت عارف قيمه الروح، خلي بالك يعني هو بيعلمني، لان انا احسن قاعد لوحدي، قاعد لوحدي بقالي فتره، فاللي هو مش متعود على كده، انت فاهم، اللي هو مع زميلي وكده بنعمل حاجه مع بعضنا، انا على طول هو مع هو نفسي. هو عنده مشكله، هو يعني انا برضو عندي كان في الاول في مشكله، بس الحمد لله ابتدى اللي انا اتعودت. لا ما تقلقش على دي خالص، ما تقلقش على حته دي. لا دي يعني زي ما حضرتك قلت فعلا هي مهمه جدا في الروح. ايوه يعني اصل هي مش مساله حاجه، احنا ما نعمل احنا وان يونت مع بعض. صح. ما يعني ممكن حد ما يبقاش مثلا واحنا على اكل مش عايز ياكل، بس احنا لازم نتحرك مع بعض، لازم نبقى مع بعض. دي اللي بتفرق. يعني دي البطولات بتيجي كده. انت عارف اللي عاجبني في الصفقات السنه دي، ان والله كوتش اشرف او نادي الاهلي وفق انه جاب لعيبه خلقيا وفنيا عاليه، يعني ولعيبه بطوله، يعني اذا كان احمد راجل لعب في امريكا ولعب بره مصر 9 سنين، فده لاعب عارف يعني ايه بطوله، يعني ايه التزام. احمد مهيب شرحه، راجل حقق بطولات وجاي لاعب نجم، لاعب عامل بطولات كبيره وهيستوري كبير جدا مع فريق. نفس الكلام عمرو، نفس الكلام عمر، حتى اللعيبه اللي جايين من بره صغيرين نفس الكلام. فعجبني الصفقات دي، واكيد انت حاسس ده مهيب وكلامي غلط، يعني صفقات تحس ان هي هتيجي ان شاء الله ليها بصمه. بالظبط، يعني ان شاء الله بنامل باذن الله ان احنا عند حسن ظن الجمهور والاداره، بس ان شاء الله دي اللي احنا، يعني حتى كنت بتكلم مع عمرو وعمر، دي اللي احنا عايزين ننقلها، يعني الحاجات الصغيره دي. طبعا يعني نادي الاهلي نادي كبير اصلا. صح. يعني مش احنا مش جايين لفرقه، يعني لا طبعا. كل اللعيبه اللي انا بلعب معاه، يعني ابراهيم الجمال، ابو النصر، مودي، سيف، اسامي كبيره. طبعا اسامي كبيره طبعا. فان شاء الله نقدر نساعد بعض. صحيح. يعني صحيح. ونوصل ان شاء الله في الاخر ان احنا نبقى، لا نبقى احنا اللي بناخد البطولات الثلاثه ان شاء الله مستريح، وباذن الله نفس على بطوله افريقيا. طب قول لي يوم توقيعك مع مضيه العقد. انت بتضحك، يعني انا برضو شفت الصور. انت كنت في القاهره ولا جيت مخصوص من اسكندريه؟ لا انا كنت في القاهره، وطبعا النادي الاهلي يعني حضرتك عارف موضوع الاحترام بقى في النادي، لسه عقدي ساري مع نادي سبورت، مع ان الدوري كان خالص. خلص الدوري خلص، وما كان انا يعني كنت عايز امضي، النادي الاهلي ما رضاش احنا خلاص حتى نشوف الدوري هيكمل ولا لا، وبعدين خلاص احنا انا بالفعل جيت، ما كانش في حد في النادي، جينا واتكلمنا في كل حاجه وقلنا خلاص، يعني انا خلاص يعني ان شاء الله بعد ما الدوري يخلص امضي العود. فدي يعني دي يعني انا عايز اتك على دي برضو اعزائي المشاهدين، يعني النادي الاهلي بالرغم ان الدوري خلص وفريق سبورتنج ما كانش عنده مباريات، ده حقيقي، ولكن النادي الاهلي احترم عقود الانديه الاخرى، بالرغم ان نادي سبورتنج عارف ان احمد جاي عندنا وان النادي الاهلي واحنا عارفين ان احمد عارف انه خلص، ولكن احترم يعني بعد العقد ما خلص وانتهى الموسم واحمد وقع. طب انت يوميها بقى كنت في القاهره ولا برضو عايز اعرف؟ لا انا كنت اصلا باجي القاهره كتير بحكم ان يعني انا بحب القاهره جدا، ومراتي اصلا من القاهره، فعلى طول بنيجي رايح جاي على القاهره. يعني كنت موجود وجيت على النادي، وجيت طبعا على النادي، النادي كان فاضي جدا، يعني انا كان احداث يعني كورونا يمكن، كان ولا كان في كورونا. كنا في عز الكورونا. انا فاكر الصور، كان النادي ما اتفتحش للاعضاء، كان فتح للرياضيين، يعني غالبا كان قبل الرياضيين كمان. وممكن كان ساعي والرياضيين بس كان فاضي جدا، ما فيش حد، يعني الموظفين اسف موظفين ايوه بالظبط، والرياضيين اللي هم القليلين بس ما كانش مفتوح للاعضاء، فعشان كده لا خالص. فانا جيت بقى قلت فين يا جماعه الجمهور، انا عايز اشوف الناس يعني. صحيح. بس بالفعل اتفقنا الحمد لله على كل حاجه، وفعلا انا دي يعني قصدي دي نادي الاهلي. ومضيت زي على بياض برده؟
ده بجد يعني ده وانا مغمض ولسه يعني عمر وعمر عمر وعمر كانوا قاعدين قبل كده. هو مش مصطلح، هو فعليا هو اللي حصل. انا فعلا ماضي على بياض يعني. وانا عايز اقول لك ان انا لعبت 5 سنين تقريبا في الاهلي، 5 سنين معيش عقودي حتى الان. معيش العقود بتاعتي. لا وانا كابتن رؤوف يعني بيقول لي ليه مش يعني، انا مضيت 3 سنين، انا كنت جاي على اساس سنتين، انا عايزهم لحد ما يعني لو يضمنوا لي والضمان لله يعني ان انا العب لحد ما بطل يعني. يا ريت. عايزين 3 4 5 سنين يا سلام يا جماعه. فزودوا العقد سنه 3 سنين. فتزود فعلا بالعقد من سنتين. ورجعوا لك الاول طبعا كابتن رؤوف. نعم. كابتن رؤوف رجع لك كلمك. لا واحنا قاعدين قال لي عندك مشكله في السنه الثالثه. قلت له انا عندي مشكله في السنه الثالثه. طب ما تخليها ثالثه ورابعه يعني، ثالثه بس. قال له ثالثه ورابعه والله. فمن غير اي حاجه. وانا قلت له يعني حتى ما اتفقناش على السنه الثالثه، الرقم السنه الثالثه ما اتفقناش خالص. قلت له اي رقم، وانا يعني اللي انتوا هتقولوا عليه انا ماضي بيه، ما عنديش اي يعني مشكله. انت اشتريت النادي الاهلي بالظبط يعني. وانا والهدف من اللقاء ده هو ده، انا عايز انت مع الجمهور يبقى يعني يعرفوا انت عملت ايه، كل لاعب من الصفقات عمل ايه. ويمكن برضو نفس الكلام بالنسبه لابو حميد، انت مضيت ازاي يعني؟ يعني هل بعتوا لك العقود ولا جيت مصر ولا عملت ايه؟ لا هما بعتوها لي من هناك وانا مضيتها وبس. انا لسه جاي على طول بعد ما هما خلصوا طبعا الدوري الموسم طبعا. فانا جيت بعديها، فاللي هو مضيت وانا هناك اساسا. مضيت من هناك، بعت العقود بالميل طبعا. بس بتحتاج تمضي هنا تاني ولا احتجت ان انا امضي لما جيت هنا؟ بيبقى في عقود تانية بتمضيها هنا وبتها برضه هنا. بتهيألي من 10 ايام كانت بس. عشان الاتحاد المصري. طب والكليرنس جت خلاص والدنيا تمام؟ اعتقد لان انا لعبت النهارده، فاعتقد ان صح. انا يعني هو فعلا مش هتقدر تلعب الا لما تكون اعتقد. ويعني خلينا نقول برضو انه يعني انت برضو يعني راجع من اوروبا. انت مضيت مع الاهلي 3 سنين بتهيألي صح؟ لا سنتين. سنتين. يعني بتفكر ان انت تكمل يعني بعد اللي شفته هنا؟ ان شاء الله ربنا وفقك وكملت وعملت موسم كويس، ما عندكش مشكله ولا عايز ان شاء الله. لا اللي هو طبعا لو فاهم الموسم حصل كويس معايا طبعا وكل حاجه كويسه، ليه لا طبعا. يعني انت مش شايف اصل في لعيبه تقول لك لا انا يعني هاجي مصر سنتين وبتاع اسند وبعد كده ارجع اوروبا تاني. بس انت شايف انه لا، لو اللي حسيت واديت اللي عملت التارجت بتاعك كده بالظبط ما فيش مشكله ان استنى. بس وطبعا انا ما اقدرش اشوف اللي هو المستقبل وكده، فما اعرفش ايه اللي هيحصل فاهم. فلما نشوف ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. وانا بشكرك ابو حميد، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. شكرا. وشرفتني الحقيقه، انا سعيد جدا. ربنا يخليك. يمكن انت كنت شويه الجمهور الاهلي يعني ما عندوش معلومات كتير عنك. أيوة. يعني شايفين فيديوهاتك بس، النهارده اتمنى انه يكونوا يعني قربوا ليك اكتر. بشكرك ابو حميد، شكرا جزيلا. ان شاء الله. ابو حميد بشكرك، نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا كابتن عيسى، وان شاء الله اتمنى لك كل التوفيق وهنتابعك عن قرب ان شاء الله. ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن عيسى، بشكرك. شكرا جزيلا. شكرا. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع احمد مهيب واحمد حمدي، الصفقتين طبعا اللي انضموا لنادي الاهلي السنه دي. انتظروا معنا بعد الفاصل، مستمرين معاكم والصفقات الجديده في كره السله بجد. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين معاكم النهارده حلقتنا الخاصه مع صفقات كره السله رجال. وفي البدايه طبعا برحب بالكابتن محمد مصطفى، احد الطيور المهاجره اللي رجع تاني للنادي الاهلي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك كابتن عيسام، يعني ربنا يخليك، شرف ليا ان انا مع حضرتك والله. لا ده انت نورت النادي الاهلي، ونتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. معانا طبعا احد الصفقات اللي جت من سنتين على قطاع الناشئين، والحقيقه احد الخامات المبشره جدا، وكانت كوتش اشرف استعان بيه في الدرجه الاولى السنه دي، عبد الله ناصر. اهلا بيك يا عبد الله. اهلا بيك يا كوتش، شرفت بيا مع حضرتك. الف سلامه عليك. يمكن النهارده او اصابه لسه حاصله النهارده، كسر السلميه. الف سلامه عليك. الله يسلمك محمد. يمكن اجيلك انت، يمكن ليك ظروف معينه خاصه كده، انت ابن نادي الاهلي وكنت من اللعيبه المنتخبات الشباب ولاعيب من اللاعبين المميزين، وحصل ان انت سبت النادي الاهلي 3 سنوات، سنه اعاره وسنتين مع مصر الثاني. ازاي بدا الكلام معاك؟ يعني مين اللي كلمك قال لك تعالى تاني؟ مين اللي قال لك او فتح معاك الكلام ان انت ترجع تاني النادي الاهلي؟ وكابتن اشرف. وطبعا انا طول عمري في النادي الاهلي طبعا. يعني وما حصلش نصيب ان انا كملت في الدرجه الاولى، وطلعت سنه عاره، وبعد كده سنتين فري، بس 3 سنين كنت في مصر التامين. مصر التامين. السنه اللي فاتت كابتن اشرف كلمني وان انا كنت هرجع، بس ما حصلش نصيب عشان كان لسه في سنه في عادي. السنه دي برده كابتن اشرف كلمني. يعني كوتش اشرف كلمك من السنه اللي فاتت، بس كان بس فاضل سنه في عادك ما انتش حر. بالظبط. فالامور ما مشيتش مع مصر التامين يعني عشان كان لسه في سنه في عادي، فما حصلش نصيب. وكلمني برده السنه دي
وطبعا اول ما كلمني يعني انا اصلا من ساعه ما طلعت من النادي وانا هدفي ان انا ارجع تاني النادي. يعني انا بلعب طبعا بادي هدف قصادك ان انت ترجع بالظبط، هدف ان انا ارجع تاني النادي ان شاء الله يعني، والحمد لله رجعت يعني السنة. طبعا احنا مبسوطين بيك، وانا من الناس اللي قلت لك حتى قبل الهوا يعني ان انا كنت لما انت مشيت قلت يعني خساره، يعني انت كنت لاعب مميز جدا، بس اكيد الثلاث سنين دول فادوك جدا طبعا. يعني كنت بقى خدت خبرات وتلعبت يعني ترميت في الملعب، ثلاث سنين كنت بلعب كتير الحمد لله. اي دقيقه يمكن كنت بتلعب بالظبط؟ بلعب الماتشات كلها، وكنا في التامين احنا في الثمانيه الكبار يعني، فهو في ثمانيه كبار وثمانيه تحت، فاحنا في التامين كنا بنبقى سابع تامن على طول، فكنا بنلعب بنحتك باللعب الاهلي والاتحاد والزمالك، كان بنلعب كل الفرق الكبيره، فده فادني كتير جدا، غير لما انا كنت هنا ما كنتش اخد التايم اللي انا كنت باخده في التامين كيف. فده كان يعني الحمد لله استغليت ال خليني اقول لك يا محمد، انا اتفرجت عليك انت عندك ميزه كويسه جدا بصراحه، عندك ان انت بتطلع بالكره تحت ضغط. يعني صناع الالعاب كتير بيبقى عندهم مشكله في الضغط لما يضغط عليه من اول الملعب، انت ما عندكش المشكله دي. الكوتش اشرف اتكلم معاك في الموضوع ده، طلب منك الموضوع ده ولا ايه الفنيات اللي طلبها منك؟ ده حصل، دي حقيقه فعلا، طلب مني ان انا ابقى كنترول على الملعب، وكابتن اشرف بوينت جارد، فيعني هو هيفيدني جدا في الحته دي. لا غير طبعا يعني لما يكون مدرب في نفس مركزك فهيديك نصايح، تعليمات، نصايح، هو كان عشر فدي، فده شرف ليا ان انا طبعا اتورى معاك. لعبت النهارده انت يا محمد؟ الحمد لله اول ماتش. ايه الاخبار؟ الحمد لله يعني انا طبعا سعيد جدا بالعوده، وان انا اول ماتش وفي النادي دي برضو حاجه، ان انا رجعت الصاله تاني في الاهلي وبتاع. انت معاك في نفس المركز مودي الجرحي، معاك حاتم بحيري طبعا والله يعني، ودي برضو ميزه ليا ان انا في التمرين ان انا بلعب مع اسامي ومودي وحاتم واثنين منتخب مصر، فالتمرين انا بستفيد في التمرين صحيح. فلما بنزل ماتشات بقى اللي هو يعني تمرين جامد، فبنفس الاداء اللي هاديه في التمرين هاديه في الماتشات. خلي بالك انت يعني من اللعيبه المؤدبين كمان خلقيا يعني، فانت يعني ان شاء الله يعني مش هتاخد وقت تاقلم مع الفرقه، ويمكن الخبرات اللي انت خدتها في ثلاث سنين هتدخلك بسرعه، لان انت اكيد لعبت قصاد الاهلي كذا مره. في ثلاث سنين كنت بلعب قدامهم، وكمان انا قبل ما امشي كنت بلعب، انا ملحقتش يمكن ملحقتش حاتم، بس كنت بلعب مع مودي فاول ما طلعت، فيعني ولعبت مع نص الفنيونس اغلب الناس القديمه اللي صحيح. موجوده لعبت معاهم، فالاجواء مش جديده عليا طبعا، النادي الاهلي غير اي حاجه طبعا، بس يعني انا عشت الاجواء دي قبل كده، فان شاء الله اتاقلم ان شاء الله محمد باذن الله. والحمد لله النهارده اول ماتش اهو ان شاء الله، الماتشات اللي جايه كتير، والكوتش اشرف هيدي لك كتير ان شاء الله يعني، اتمنى ذلك ان شاء الله. عبد الله يمكن انت جيت نادي الشمس صح من سنتين صح ولا غلط؟ السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت وجيت في صفقه يعني كانت كبيره، يمكن النادي الاهلي يعني ما كانتش صفقه حره، خدنا الاستغناء من نادي الشمس، كان في كذا نادي اتكلموا معاك وقتها يعني، كان معروض الزمالك يعني كان انديه ايه اللي اتكلموا معاك ساعتها؟ كان نادي الزمالك هو اللي كمل للاخر. كان الزمالك وكان النادي الاهلي، وانت انضميت طبعا اكيد طبعا، يعني اختيارك كان الاهلي ولا ده كان نتيجه؟ لا انا قضيت رغبه ان انا عايز العب في الاهلي مش الزمالك، فالاهلي على السعر اكتر من الزمالك، فبالتالي خدت استغناء النادي الاهلي يعني. طبعا بس هي رغبتك الامضاء هي اللي كانت رغبتي الاولى والاخيره الاهلي. انت اصلا اهلاوي عبد الله؟ من زمان. طيب قول لي انت في سنه كام دلوقتي عبد الله؟ ثاني سنه. ما شاء الله لسه صغير. طيب يعني كوتش اشرف بدا الموسم كلمك بلغك ازاي تتمرن معاهم في الدرجه الاولى؟ انا كنت ماشي مع فريق 18، فكابتن اشرف اتفرج على كام ماتش من السنه اللي فاتت، فجه وكلمني واداني حماس طبعا، قال لي خامه كويسه، واداني الشجاعه ان انا العب مع ناس. بدات في الاول تمرين كنت خايف طبعا، اكيد طبعا بلعب مع اسامي، انا من وانا صغير كنت انا عارف من زمان، وكان بيبقى شرف لي ان انا اسلم على حد منهم. فان انا في سنه كده انزل بقى واتمرن معاهم وبدون زمايلي في الفريق، فطبعا دي حاجه كبيره قوي، وكانت في الاول كبيره عليا، بس بدات الموضوع اخش واحده واحده في اثناء التمرين، وكنت كان بيديني الثقه في التمرين، بنزل العب معاهم وبحتك معاهم عادي. بس فمرنت بقى السنه دي انا ومعايا ناشئ برضو، بس فكنا احنا الاثنين مع بعض بنشجع بعض في التمرين، فرقه زي الفرقه العاديه، بدانا نخش واحده واحده لحد ما بدانا الحمد لله دخلنا في التمرين السيزون الجديد، ونزلنا النهارده كابتن اشرف اداني الثقه ودفعني من اول خمسه في الماتش، بدات معاهم الحمد لله ولعبت كويس الحمد لله، بس ما حصلش نصيب. الاصابه دي معلش، بص هو دايما كده
يعني حتى احنا في بدايتي وانا في بدايتي برضو لما نزلت كان ايدي يعني برضو حصل لي موقف زي ده كان ايدي اتكسرت برضو بتاع فده بيبقى خير الحمد لله. وطمنا عليك هو يعني كسر في السلميه مش كده؟ في سلميه الصباع الرابع المفروض اريح شهر واشوف اذا كنت اكمل ولا انزل يعني. هتحتاج جبس تاني ان شاء الله. لا هي بسيطه باذن الله ان شاء الله يعني بس انت ما تستعجلش. لا يعني لازم تاخد وقتها في الـ في الـ في انها تلحم كويس لان دي لو انت اتسرعت بتبقى مشكله. طيب انت بتلعب مع فرقتك برضو 18 لسه ولا خلاص انت مع الدرجه الاولى فصلت خلاص عن فرقتك 18؟ في الاول قبل ما السيزون الجديد يبدا كنت بطلع فيرست تيم وكنت مع 18 بس لما دخلنا في السيزون الجديد ده السنه دي كابتن اشرف خلاني اساسي مع الفيرست تيم وهنزل الماتشات مع ال 18 في النهائيات على طول. طب انت عبد الله بتلعب 5 و4 صح ولا بتلعب 5 و4؟ طب انت مع الدرجه الاولى بتلعب ايه؟ 4 ولا 5؟ 4 عشان الجسم اضعف شويه من اكسل. لا واكيد عندك حته السرعه اخف اخف من اللعيبه الكبيره. طب انت بترتاح في انهي مركز يعني؟ 4 طبعا. أربعة. انا نفسي من وانا صغير حتى في الناشئين العب 4. ما تقلقش هتلعب بقى. يا رب يا رب يعني انت من صغرك عايز تلعب 4؟ نفسي والله. خلي بالك الكوتش اشرف برده يعني ايه طبعا تاريخ كبير جدا وليه نظره يعني بيبقى شايف اللاعب ده هو ينفع في ايه وما ينفعش في ايه. فبتهيالي هو حس باللي انت حسيت بيه. بالظبط. ان انت عايز يعني هو اكتر مدرب فهمني وانا فهمته يعني كنت بحب ادي في التمرين لان هو ككوتش فهمني وانا فاهم هو عاوزني ايه ففي ده بيساعدني ان انا اديله اكتر يعني. طب بس خلي بالك كوتش اشرف بيحب التمرين وما عندوش يعني هزار تمرين يعني وما عندوش اي اكسكيوزز بياخدها في اي حاجه فبتهيالي ده يعني بتبقى عايزه منك مجهود يعني. يعني ان شاء الله ربنا يعني يشفيك ان شاء الله وترجع تاني للفريق يعني احنا زعلنا جدا على اصابتك بس يعني مهون علينا ان شاء الله 4 اسابيع ان شاء الله بالكثير 5 اسابيع تكون في الملعب ان شاء الله. محمد يمكن تابعت ماتش انت ماتشات الاتحاد والاهلي السنه اللي فاتت شفت طبعا الضغط وشفت يعني صناع الالعاب بيبقى ليهم دور كبير زي ما انت شفت يعني مودي الجرحي كان له دور كبير حاتم البحيري لما شفت الماتشات قلت لنفسك لما ارجع انت كنت خلاص اكيد عرفت انت راجع لما ارجع ايه اللي انا هعمله او ايه الفانكشن او ايه الجوب اللي انا عايز اعمله لما ارجع؟ هو انا لما كنت اتفرج انا كان نفسي والله ابقى اكون موجود واشارك طبعا وما حصلش نصيب يعني في الماتشات ان شاء الله الفرصه جايه لك الاهلي كسب يعني ان شاء الله السنه دي نوصل للنهائي ونقدر نحقق يعني الماتشات بس لما كنت بتفرج كنت يعني ببقى شايف مثلا الغلطات ايه ببقى اللي هو متابع انا المفروض مثلا لما انزل ابقى اعمل كذا في الفرق الثانيه مثلا ده بيعمل ايه عشان لو انا ببقى عشان اذاكرهم عشان ده الفرق صحيح. اللي انا هلعب كنت قدامهم كنت بالظبط وانا كده كده كنت بلعب قدامهم في التامين 3 سنين اللي فاتوا بس في الاهلي برضو غير في النهائي لما نلعب على نهائي غير لما نلعب مثلا في ادوار تمهيديه صحيح. في تحديد مراكز مش عارف طبعا. ايه فاتمنى ان شاء الله ان السنه دي يعني انت كنت يعني كنت شايف مثلا هل ماتشات الاتحاد ماتش الاتحاد وماتش الجزيره اللي كانوا للاهلي كان مضغوط على صناع الالعاب بتوعنا جامد يمكن سياسه المدربين ضغط على البوينت جارد من اول ما لعب ما هو بقى كل الفرق دلوقتي بتضغط فيعني بتهيألي دي ما عندكش فيها مشكله يعني ما ان شاء الله يعني الحمد لله انت من اللعيبه اللي ما عندكش فيها مشكله وحتى اللي هم البوينت جارد بتوع الاتحاد دول جيلي فكنت بلعب قدامهم في الناشئين طول حياتي اللي هو الاثنين زي مين احمد عادل ومصطفى عصام انتوا جيل واحد دول الاثنين دول جيلي ادي فكنت معاهم في منتخبات الناشئين طول انتوا حافظين بعض يمكن بالظبط يعني دول اكتر ناس لعبت قدامهم فدول عارفهم بيعملوا ايه وبيضغطوا ازاي فان شاء الله ده هيفيدنا لان انت الجيل ده هو اللي شايل دلوقتي في الاتحاد بالظبط يعني هم وهم وطبعا في كل الانديه بس هم يعني بالذات الاثنين دول في الاتحاد وشكلهم كويس وكل حاجه فان شاء الله السنين اللي انا لعبت معاهم يعني طول السنين اللي فاتت دي في الناشئين هتفيدني بس طب قول لي يا محمد انت البوينت جارد او صانع الالعاب بيحب يبقى لما جابوا لعيب شويط يعني بيحب هو لان هو طبعا بيدرايف بيخش بيطلع بيباصي مين اللعيب اللي انت شايفه دلوقتي بالصفقات الجديده اللي جت انه ممكن يساعدك في الحته دي او انت هتساعده بقى مش هو اللي هيساعدك انت اللي هتساعده هو طبعا كل الجاردات اللي جت والقديمه وكله بس يعني انا بحب العب جدا مع كابتن ابراهيم جمال طبعا فيعني شوف فاهم باسكت فببقى انا مرتاح لما يكون في جارد جنبي وبيبقى فاهم باسكت وعارف مثلا انا لما رحت هنا هو لو دخلت هيظهر لي فين بتاع ويمكن كمان اتمرنتوا مع بعض قبل كده وانا لعبت بالظبط يعني وفي مهيب طبعا بس انا ما لعبتش مع مهيب قبل كده لسه اول سنه السنه دي وعمرو الجندي وبس لعبت جنب ابو النصر
دول تقريبا الجاردين اللي انا لعبت جنبهم، ولسه ان شاء الله مع الصفقات الجديده بالظبط احنا برضو الوقت ضيق، السيزون اصلا لسه خلصان، اللي هم لسه النهائيات هم لاعبينها قريب، فاحنا لسه ما خدناش برضو على بعض قوي، والماتشات مضغوطه، فان شاء الله في فتره توقف بعد يعني نلعب نص المرتبط وبعد كده فتره توقف، فان شاء الله ناخد برضو على بعض أكيد. اكتر اكيد عمر وعمرو برضو قالوا لنا الكلام ده، ومهيم كمان قال الكلام ده، ان فتره التوقف دي هتبقى مفيده جدا يعني احنا يا دوب ما كملناش اسبوعين اصلا مع بعض في وصفقات كتير جديده، ف لسه الدنيا ما خدتش على بعض، يمكن كمان هتفيد عبد الله، يعني انت عبد الله ما شاء الله يعني هم 6 ماتشات هتلعبوا ومش قويين قوي يعني، طبعا مع كل الاحترام طبعا لكل الفرق، بس انت مثلا هيبقى ممكن تلحق نص الفتره دي يعني صح؟ الفتره يعني لو التزمت بالادويه وكل حاجه مش هكمل ان شاء الله يعني اقل من شهر ان شاء الله، فهنزل هيكون لسه هنكون هنبدا يعني هتكون فتره التوقف خلصت، بس هنكون بدانا على الماتش. انت بتقول انت ما حسيتش بالم او حاجه؟ انت لا ما انا في سخونيه الماتش هو ممكن يكون في احتكاك او حاجه، صباعي جزع جامد فانا ما حسيتش، لكن بعد ما طلعت وبريت حسيت بقى بورم، ورحت عملت اشعه، رحت عملت اكس راي على طول، طلع ان في كسر في سلمه الصباع الرابع بس، فالدكتور زي ما قلت بقى ان شهر ان شاء الله. لا الف سلامه عليك. طب قول لي انت عيلتك فيها حد رياضي يا عبد الله؟ يعني انت اخواتك بيلعبوا باسكت برضو ولا ليه؟ اخ توام في نادي الشمس كان هيجي معايا الاهلي بس ما حصلش نصيب. طويل هو زيك عبد الله ولا لا؟ اقصر شويه. انا اقصر شويه. بيلعب مركز ثاني؟ اربعه زيك. بيلعب بس بيبقى صعب ان انت توام ليك وانت بتبقى يعني بتبقى عدته عن بعض، بيبقى التوام مرتبط جدا ببعضه وهو صغير. احنا كل حاجه بنعملها مع بعض يعني كل حاجه رايحين جايين، بس بعد التمرين كل واحد بيروح في اتجاه. طب قول لي يعني طب هو بس خلاص يعني هو ان شاء الله ممكن لو ادى اداء كويس او ظهر اكيد ممكن يجي لك يعني. اكيد طبعا يعني ما فيهاش مشكله. طب قول لي انت يعني لعبت منتخبات ولا لسه يا عبد الله؟ لا لعبت منتخب 16، خدنا الحمد لله بطوله عربيه وبطوله افريقيا، بس ما رحتوش كاس عالم. لا ما رحناش للاسف عشان كورونا وكده. مع فريق دكتور رفيق صح ولا دكتور رفيق؟ كنا هنروح بس اتلغى عشان كورونا الحمد لله. معلش هتتعود، انت لسه برضه سنك صغير و18 سنه، تالي السنه الجايه عندهم افريقيا، عندنا السنه دي في شهر 12 هنا في مصر ان شاء الله. صحيح انت عندكم صاحب 12 ومعسكر 2003 2002، ماسكوا كرداني. كرداني هو اللي ماسك الفريق، وعملتوا معسكر فتره في اسكندريه من نص 9 في اسكندريه والقاهره. بس جينا هنا القاهره لعبنا ماتشين مع الدرجه الاولى، لعبنا منهم كمان ماتش مع الزهور اللي لعبناه النهارده، وماتش تاني مع المصريه اتصالات، كسبنا الزهور وخسرنا. بس احنا في السن ده بنبقى افريقيا كويسين. يعني ان شاء الله تاخدوها يا رب، تطلعوا كاس عالم يعني تعوض لك بتاعه 16 سنه بقى يا عبد الله، يعني تتعوض لك، لان هو واحد كان حزين يعني. دكتور رفيق راجل يعني مدير فني قدير وعمل شغل، وكان يعني كان معاك تقريبا مؤمن من هنا كمان، مؤمن طارق معايا، مؤمن ومعايا محمود وليد في ال 18 ومعايا في الدرجه الاولى، لعب النهارده لعب النهارده برضه محمود وليد. طيب قول لي يعني انت في ثانيه ثانوي صحيح؟ طب انت شايف مشكله مع المذاكره ولا الدنيا ماشيه؟ والله هي مشكله بدات من اول ما بدات دخلت فتره منتخب والنادي، بدات التمارين تزيد يعني في فتره 14 سنه و13 سنه ما كانش بتبقى التمارين ان هي بتاثر على المذاكره صحيح، لكن لما دخلت فتره بقى منتخبات ومعسكرات مقفوله وسفر وكده، فده اثرت على، مش هقول طبعا ما اثرتش، بس اثرت ممكن بشكل كبير كمان في المذاكره. فانا في فتره اولى سنه وكده ما كنتش مركز في المذاكره قوي، بس يعني هبتدي من السنه دي يعني السنه دي بقى وهي سنه وتخش جامعه يعني، بتهيالي هي الصعوبه بس ان انت تخش جامعه بالظبط، بعد كده خلاص بتهيالي. بس لا بس لازم مطلوب مني مجهود طبعا، السنه الجايه شهاده مستقبلي برده، فهبتدي من السنه الجايه ان شاء الله. بس خليني اقول لك برده انه يعني انت يعني خدت خبرات على سنك الصغير ده، يعني انت ما شاء الله لاعب افريقيا، هو تلعب افريقيا الثانيه 18 سنه ان شاء الله. بتفكر زي احمد حمدي كده تطلع بره او تروح جامعه؟ ولا اكيد جات لك فرصه؟ جات لي فكرت تروح ولا مش في دماغك الموضوع؟ فكرت بس قبل ما اعرف ان انا كنت يعني كنت في الشمس، ما كان مستحيل ان انا اخرج من الشمس. ليه؟ بس الشمس ما كانتش موافق نهائي. لا اصل الجامعه ما فيهاش ده، انت مكمل دراستك. الجامعه بتكلم عن الجامعه يعني انت لما لعبت 16 سنه في افريقيا 100% في ناس كلموك اكيد يعني، هو يعني احمد طلع ازاي وغيره بالمنتخبات، وما فكرتش تروح جامعه تكمل دراستك لما يعني او سكول او بعد كده تروح جامعه زي احمد حمدي، ولا ده مش في دماغك؟ لا انا فكرت طبعا، بس لما جات لي فرصه الاهلي وان انا اعمل عقد هنا والعب هنا في النادي الاهلي مده 4 سنين، فانا كان نفسي من وانا صغير العب في الاهلي، فبصراحه فكرت في الاهلي اكتر من السفر. خلاص يعني انا اصل الناس كل كتير خوفتني من السفر الصغير، ما في 3 ارباعه ما بينجحش، بيبقى الاحسن في الجامعه.
ففكرت طبعا في الاهلي الرغبه الاولى يعني، والحمد لله تمت وجيت لعبت هنا السنه دي الحمد لله. صحيح. هفكر الخطوه الجايه بقى هي يعني لسه مفكر دلوقتي مع المنتخب، الفتره اللي بعدها هفكر بقى في سواء اسافر اكمل ان شاء الله. ان شاء الله تطمن على ايدك بس وترجع بالسلامه ان شاء الله. يمكن انت وزنك خفيف فمش هتلاقي مشكله في الاصابه، وزنك مش هيزيد بتاع ان شاء الله تعدي على خير. محمد يمكن انت خرجت من النادي كان يمكن ارضيه الملعب قاسيه شويه، ما كانتش كويسه، بعد كده النادي غير ارضيه النادي ارضيه الملعب. هنا بتكلم في الموضوع ده لان اللعيبه اللي بتروح وتيجي تغير الملعب بتحس ان هو في مشكله. انت حاسس المشكله دي دلوقتي يعني؟ في لعيبه قال لك لا خلاص الارضيه بقت كويسه واحنا ما عندناش مشكله، انت حاسس بنفس الكلام ده ولا لا؟ اه طبعا، قبل الارضيه قبل ما يجددوا الارضيه كانت ارضيه ناشفه جدا، كانت ناشفه كتير كانت بتتعب المفاصل وفي ناس كتير بتتصاب من من الارضيه. بس في الرجعه دي والتمرينه دي مش حاسس مشكله؟ لا احسن بكتير طبعا. مش حاسس الارضيه يعني الطبقات اللي اتحطت فرقه يعني، حتى فرقه في الجري في تمرين، فدي احسن بكتير للعيبه. طب قول لي يا محمد انت يعني تمرينك الفتره اللي فاتت كنت بتمرن على صبح وليل ولا يعني عارف كوتش بيقشر بيجيب صبح وبالليل على الاقل 3 ايام في الاسبوع صبح، وكل يوم بيبقى بالليل ما عدا يوم واحد بيبقى راحه، نعرف كده نظام الكوتش اشرف يعني. هل ده نفس النظام يعني معمول معاكم ولا كان في راحه؟ بس لا هو يعني النظام ده لسه ما بداش عشان احنا ما الوقت بين السيزون والسيزون ما فيش اصلا يعني، احنا يعتبر احنا ما عملناش فتره اعداد. انا بقول لحضرتك احنا ما بقلناش اسبوعين بادئين عشان هم خلصوا، ما فيش ما خدوش كام يوم راحه وبدانا السيزون الجديد. صحيح. بس كانا ويعني اتكلم عن نفسي اللي انا كنت بتمرن، انا مخلص السيزون في التامين قبل ما الاهلي يخلص بكتير باكتر من شهر ولا شهر ونص بكتير، لان هو ما فانا كنت بستعد انا لوحدي عشان انا عارف ان هم هيبقوا انا جاي عليهم هم هيجهزين. انا شايفك ما شاء الله يعني تاتش وود يعني الحمد لله. انا كنت اللي هو انا جاي ان انا عشان ابقى جاهز، ما ينفعش ان انا اجي ويبقى هم جاهزين وهم مخلصين ماتشات وهنبدا سيزون جديد في خلال اسبوعين. يمكن انت نفس الكيس بتاع احمد مهيب يعني، برضه هو قعد فتره طويله مريح بس كان بيتمرن لوحده. بالظبط، ما هو لازم انت جاي للاهلي مش جاي ان انت لسه هتجهز و انت جاي دي على طول. صحيح. ما ينفعش اللي هو نص نص، هو انت لازم تكون 100% عشان. طب قول لي انت 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 خلصت دراسه يا محمد صح؟ انا فاضل لي سنه اخر سنة في الجامعه في الاكاديميه العربيه. الاكاديميه العربيه بس يعني قصدي اقول لك انه يعني انت في 3 سنين اللي فاتوا ما كانش عندك مشكله مع الجامعه، نفس برضو الكلام مع الناس يمكن اللي بيدرسوا مع المعسكرات الطويله مع الدورات المجمعه الكتير بتبقى مشكله، اللي بيدرس بتبقى مزعجه جدا. بس في الاكاديميه هم متفاهمين في موضوع الرياضه، بيحبوا الرياضيين هم بالظبط، فهم بيبقى في مجمعات بيبقى في ماتشات بيبقى بقدر اغيب ان هو ببقى جايب بس اكسكيوزز ان انا عندي ماتشات عندي اي حاجه منتخب تمرين، فهم بيبقوا متفاهمين في الموضوع ده يعني. مش هتلاقي عشان كده انا بقول لعبد الله هي هتبقى الازمه في ثالثه ثانوي يعني الجامعه الدنيا بتبقى اهدى شويه في موضوع المذاكره في موضوع الحضور وفي مش عارف ايه. انت لعبت النهارده وفي ماتش بكره ان شاء الله؟ بكره وبعد بكره النهارده كان مع زهور وبكره مع طنطا والسبت مع الجيش ان شاء الله. والماتشات دي هتتعاد تاني بعد الاسبوع اللي جاي بقى برده على صاله النادي الاهلي برده ولا لا؟ على صاله نادي طنطا. عارف ان طنطا دي خدنا عليها الدوري سنه 2012. انا كنت مرتبط بقى انا ساعتها. انت كنت مرتبط؟ انا كنت مرتبط وكنت طبعا بتفرج على حضرتك ربنا يخليك حبيبي. لا انت ان شاء الله هتبقى احسن واكتر يعني ابقى نص حضرتك بس. لا ربنا يخليك. لا يا حبيبي انت هتبقى احسن وافضل بكتير وانا عايز اقول لك ان انت عندك الرغبه، وانا بقول لك انت من اللاعبين حتى لما قعدت معاك قلت لك لما مشيت من الاهلي انا كنت زعلان، لانه انت الحقيقه يعني يمكن كان مركزك مليان بس كنت يعني مش عايزك تمشي، بس جت مصلحه. بالظبط كل حاجه خير يعني طبعا يعني ما يعني انا خدتها في بصيت للحاجه الايجابيه ان انا هطلع وهلعب اكتر ما كنت هبقى هنا في النادي وبتاع، والحمد لله ورجعت. صحيح. ربنا يوفقك يا محمد عبد الله. يمكن في اكيد في مدرب في نادي الشمس هو اللي كان يعني يعني انت اكيد انت لغايه دلوقتي ليك لسه بتكلمه ولسه بتاخد، مين هو المدرب؟ كابتن محمد عاطف. هو كابتن محمد عاطف معايا فتره معيشه في منتخب ال 18 يعني، هو معاك هنا في الاهلي. دي حاجه لا مش في الاهلي، في هناك كابتن كرداني في المنتخب. كابتن كرداني يعني كابتن كرداني استعان بيه في المنتخب وهو اللي مرنك في نادي الشمس. طبعا فدي حاجه مريحاني، هو اصلا اللي عملني عشان اتشاف واتاخد منتخب يعني هو اللي عملني يعني من وانا صغير. هو مرنك وانت عندك قد ايه يا عبد الله؟ ما خدني من وانا عندي 14 سنه، اتمرنت معاه 16 اولانيه و16 ثانيه، وفتره بقى المنتخب مع كابتن رفيق مستواي طبعا عالي اكتر من مع كابتن محمد عاطف كمان. ف
بعد السنة دي خلاص كابتن عاطف مرن في نادي الزمالك وانا جيت هنا الاهلي. وكان في مرتبط لعبت ضد كابتن لعبت ضده. عاطف في الزمالك. ايه عملت ايه برضو؟ مفيش رحمة. زلنا الماتش ده بس. يعني انت قصدي اقول لك ان انت مش مع موضوع مدربك يعني قصادك في اي فرقة ما انت لا لا. بتلعب بادائك جوه جوه الملعب لا ما بركزش في الحاجات دي. هو بيقول لك كده هو بيعلمك كده اكيد بالزبط. يعني اكيد هو معايا بقى دلوقتي في منتخب 18 فدي حاجه مريحاني وبسطاني قوي يعني معاك في المنتخب طبعا معايا وشايفني و... حاجه طب قول لي اخوك انضم معاك في المنتخب ولا لا؟ انضم في فتره تجميع التمارين كابتن رفيق بس ما كملش لان في المركز بتاعه كتير لا كتير وناس اطوال واحجام ممكن اكتر شويه ممكن مع الوقت يزيد وزنه ويزيد حجمه اكيد ان شاء الله ياخد مكان يعني. طب قول لي انتوا في المنتخب يعني اتمرنتوا في مع كرداني فتره في اسكندريه قعدت يمكن 10 ايام تقريبا او اكتر اسبوعين بتهيالي ورجعتوا مع القاهره تاني. دلوقتي انتوا صفيتوا كام عددكم بقى قد ايه دلوقتي؟ احنا 20 لاعب القاهره واسكندريه المفروض هنعسكر احنا ال20 وهيصفي مننا هو المفروض هنخش البطوله ان شاء الله في شهر 12 12 لعيب 12 لعيب طبعا فهو هيبتدي بقى خلاص الاختبارات النهائيه يبتدي يصفي بقى يعني السته يعني 2 كل ما تقربوا للبطوله هيبتدي مثلا كل ما هننقص بس لسه محتاجين يعني بس انتوا 20 دلوقتي بالظبط 20. طب كم لاعب معاك من الاهلي؟ معايا في الاهلي معايا انا ومؤمن طارق ومحمود وليد وعلي احمد 2002 هنا في 20 سنه مش 4 لعيبه من الاهلي ومع الوقت هتصفوا اتنينات لغايه ما توصلوا لايه ال 12 لعيب اللي هيشارك في البطوله ان شاء الله. وهو اكيد هتتلعب ولا فيها كلام؟ لان انا سامع برضو ان لا هي كان فيها كلام ايام اول ما الكورونا خلصت بس دلوقتي خلاص بقت اكيده والفرقه المشاركه خلاص اتاكدت و يعني خاصه انها في مصر ومصر هتستضيف كاس عالم كره يد فالدنيا العالم كله شايف ان مفيش مشكله عندنا يعني الحمد لله الاعداد يعني مش زي الدول اوروبا بشكل كبير جدا في الكورونا يعني. طيب وانتوا يعني اكيد برضو انتوا اتكلمتوا انا بتكلم عن منتخب ليه عشان برضو فرصه انت معانا انتوا عندكم فكره عن الفرق الباقيه انجولا عامله ايه تونس عامله طفره وجابوا مدرب جامد جدا في الفريق الاول يعني تقريبا مدرب اسباني قوي جدا وكان ماسك منتخب اسبانيا فانتوا شايفين الفرق ايه؟ هو في منتخبات الناشئين تقريبا كلها بيبقى اقوى فريق وبيبقى مصنف دايما في اي بطوله المركز الاول بيبقى مالي صحيح مالي والسنه اللي فاتت خدوا تاني عالم فدي بتبقى المصنفه الاول في الناشئين كلها يعني حتى السنه اللي فاتت بطولتنا اللي كسبناها كان الفاينل مع مالي وكان قبل البطوله المصنف اول كان مالي بس احنا كسبنا مالي كتير كسبنا مالي فرق 15 او 11 حاجه كده فبس فيعني هو حتى واحنا داخلين البطوله دي كام فرقه طالعين كاس عالم؟ فرقتين اثنين الاول والثاني فهو المالي والسنغال برضو السنه اللي فاتت كسبونا وما طلعناش بسبب السنغال ف يعني البطوله مش هتبقى انا اعتقد هتبقى اصعب بكتير من بطوله 16 لان في فرق ما دخلتش داخله زي السنغال وغينيا فلا هتبقى انا حضرت البطوله دي من سنتين كانت في باماكو كان دكتور رفيق اللي ماسكهم برضو بس للاسف هم ما تاهلوش وانا كنت في باماكو وحضرت المباراه دي السنغال بعد اوفر تايم بالظبط بعد اوفر تايم وشفت السنغال ومالي في الفاينل لا فرقتين بصراحه جامدين جدا بس فرقتنا كانت ممكن تكسب يعني فرقتنا كانت عامله ماتش كويس جدا وكانت تقدر تكسب بس ما خسروا في الاخر كمان في الاخر الحمد لله بس ان شاء الله تعوضوا انتوا الموضوع ده باذن الله يمكن برضو يعني محمد برضو وجود ناشئين طالعين في الفرقه عنصر الشباب مهم جدا نبقى موجود في الشباب انت شايف ده الوضع ايه يعني شايف ده هل ده حاجه كويسه لينا نبقى معانا شباب وخبره يعني كان دايما الاهلي زمان بيعتمد اكتر على الشباب دلوقتي بقى عندنا الاثنين مع الصفقات الجديده شايف ده في الفرقه دلوقتي ولا شايف كله متوفر؟ هو يعني طبعا في اللعيبه الكبيره والصفقات وفي الشباب زي عبد الله وفي محمود وليد برده شارك النهارده وده بيخلي حتى الكبار يلعبوا احسن صحيح اللي هو بيبقى فيه حماس في تمرين الشباب والاحتكاك وده بيفيدهم في فرقهم في ال 18 وفي ال 20 لما بينزلوا صحيح اللي هم بيلعبوا مع اللعيبه الكبيره فبينزلوا بيبقوا فارقين واخدين ثقه والقدام يعني السنين اللي قدام لما دول لما يجوا يطلعوا درجه اولى بيبقوا اللي هو خلاص انا لسه ما عندوش الرهبه بيبقى خد الرهبه بيبقى خد الحته اللي هي الخوف يمكن الاهلي بقاله سنتين ثلاثه بيبني في الفرقه يعني النهارده ثالث سنه الاهلي بيبني في فرقته وكان مهم جدا وجود عنصر شباب يعني ما شاء الله انت وعبد الله يعني شايف ان شاء الله ان كمان سنتين ثلاثه انتوا اللي هتخشوا مع الكبار هتبقوا شايلين فالحقيقه دي حاجه مميزه وانا شايف ان شاء الله الباسكت باذن الله ماشي على الطريق الصح. محمد انا يعني والله انا مستمتع جدا باللقاء وانا دايما بحب الشباب اللي بيبقى عنده حماس وعنده رغبه وبحب المكافحين اللي زيك اللي هم طبعا اثبتوا نفسهم وشقوا طريقهم عشان يرجعوا النادي الاهلي تاني
بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك والله على اللقاء الجميل ده، ان انا قاعد مع حضرتك ده كفايه يعني. يا فندم ده شرف، وربنا يكرمك باذن الله ونبارك لك على اول بطوله ليك مع النادي الاهلي يعني. يا رب ان شاء الله السنه دي ننافس على 3 بطولات ان شاء الله باذن الله. نورتنا يا محمد وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن عبد الله. طبعا قبل نورتنا بقول لك الف سلامه طبعا للمره الثانيه، وربنا يطمنا عليك ونورتني وشرفتني يا عبد الله، واتمنى لك كل التوفيق. انا بشكر حضرتك على اللقاء ده والله، اتبسطت من الكلام مع حضرتك، وان شاء الله يعني اوعد حضرتك ان هشارك وهادي اكتر في البطولات كلها، وان شاء الله البطوله هتبقى نصيب ان شاء الله. ان شاء الله ونورتيني وشرفتيني يا عبد الله. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا مع صفقات كره السله رجال. زي ما قلنا لحضراتكم، موسم في الصفقات، موسم الحقيقه خيالي في كل الالعاب. انا يعني كمتابع جيد لالعاب الصالات ما كنتش اتخيل ابدا ان النادي الاهلي يعمل هذه الصفقات في كل الافرع، سواء السله والطايره. الطايره مش محتاجين الحمد لله، يمكن الاكتر هتبقى في السله واليد سواء رجال او سيدات. موسم رائع، اكثر من رائع طبعا. بتمنى لهم يبقى التوفيق طبعا، ونتمنى لهم التوفيق. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والى حلقه جديده مع الابطال.